أبو المطيري حاضر، صباح خالد الصباح حاضر، عبد الرحمن بداح المطيري حاضر، دكتور عبد العزيز طارق الصقعبي حاضر، دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري حاضر، عبد الله جاسم المضف حاضر، دكتور عبد الله عيسى السلمان حاضر، دكتور عبد الله محمد الطريجي حاضر، عبد الله يوسف الرومي حاضر، عدنان سيد عبد الصمد حاضر، دكتور علي عبد الرسول القطان حاضر، دكتور علي فهد المضف حاضر، عيسى أحمد الكندري حاضر، فارس سعد العتيبي حاضر، فايز غنام الجمهور حاضر، فرز محمد الديحاني حاضر، مبارك زيد العرو حاضر، مبارك عبد الله العجمي حاضر، مبارك هيف الحجرف حاضر، محمد براك المطير، محمد براك المطير حاضر، دكتور محمد عبد اللطيف الفارس حاضر، محمد عبيد الراجحي حاضر، دكتور محمد هادي الحويله، دكتور محمد هادي الحويله حاضر، مرزوق خليفه الخليفه حاضر، مساعد عبد الرحمن العارضي حاضر، دكتور مشعان محمد العتيبي حاضر، مهلهل خالد المضف حاضر، مهند طلال الساير حاضر، ناصر سعد الدوسري حاضر، دكتور هشام عبد الصمد الصالح حاضر، يوسف صالح الفضاله غير موجود، يوسف فهد الغريب حاضر، احمد خليفه الشحومي حاضر، مرزوق علي الغانم حاضر. اسماء الساده الاعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021: اسامه عيسى الشاهين، الصيفي مبارك الصيفي، مبارك سالم الحريس. اسماء الساده الاعضاء الغائبين بدون عذر او اخطار عن حضور جلسه يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021: دكتور احمد مطيع العازمي، اسامه عيسى الشاهين، الصيفي مبارك الصيفي، دكتور بدر حامد الملا، بدر ناصر الحميدي، دكتور حسن عبد الله جوهر، دكتور حمد احمد روحم الدين، شعيب شباب المويزري، دكتور عبد العزيز طارق الصقعبي، عبد الله جاسم المضف، فارس سعد العتيبي، فايز غنام الجمهور، فرز محمد الديحاني، مبارك زيد العرو، مبارك هيف الحجرف، محمد عبيد الراجحي، دكتور محمد هادي الحويله، مرزوق خليفه الخليفه، مساعد عبد الرحمن العارضي، مهلهل خالد المضف، مهند طلال الساير. البند التالي. البند الأول: التصديق على المضبطة التالية 1463 بتاريخ 30/3/21. وزعت مع الدعوة إلى جلسة اليوم المضابط التي نوح عنها الأمين العام، هل هناك أي ملاحظات على المضابط؟ ماشي، نتكلم مو نقطة نظام، نتكلم الملاحظات على المضابط. أوضح التالي بس: لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطته. لكل عضو حضر الجلسة لحق أن يطلب ما أي تصحيح يراه. والمادة 96: للرئيس أن يأمر أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. فهذه مواد تلزمني وتلزمكم، أرجو من الجميع الالتزام فيها. تفضل أخ دامر سويد. نظام استناداً على المادة 83 ألف من اللائحة إلى ضرورة مراعاة أحكام الدستور وأحكام اللائحة. ما حدث في يوم 30/3/2021 ليس مجرد تجاوز بحق الدستور، وإنما جريمة شهدها الشعب الكويتي. لذلك إحنا من دعاة النقاش العلمي الدستوري اللائحي، وأي خروج عن اللائحة أحملك مسؤولية ذلك أنت شخصيا. لذلك يجب إعطاء كل نائب فرصة. من يريد أن يتحدث بما حدث هذا حق، إذا ما نتحدث في قاعة عبد الله السالم وين نتحدث؟ لذلك أرجو إعطاء كل نائب يطلب الكلام فيما يتعلق في المضبطة مدة 5 دقائق لو سمحت. أولا هذا الطلب اللي قاعد تفضل فيه ملائحي،
حقك وحق غيرك من الأخوة الفاضل أن يبدوا وجهة نظرهم في أي أمر حدث. وفي عندنا بند متعلق بالقرار اللي على اعتراض اللي هو بند الاستجوابات، وسيعطى الجميع الفرصة للحديث. أما المضبطة لائحة واضحة تقول غير بدون مناقشة للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، ومن حقك وحق زملائك الاعتراض، ما حجرت عليك اعتراضك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هالشأن دون مناقشة. فأي واحد عنده اعتراض ليس على المضمون، على تصحيح المضبطة القرارات، إذا في اعتراض على المضمون يكون نقاشها في البند نفسه. تفضل أخ خالد عتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجلسة السابقة تم التصديق على 6 مضابط، علما بأن هناك 4 مضابط كانت موجودة على جدول الأعمال، وهي 1460 ألف، 1460 باء، 1461، 1462. الغريب بالأمر بأن المضبطة اللي أكثر أعضاء مجلس الأمة رفضوها اللي هي جلسة الافتتاح تم دسها مع باقي المضابط بطريقة فجة ومعيبة للرئاسة، بأن يقوم بدس هذه المضبطة ويزرقها على باقي النواب اللي كانوا موجودين. سؤالي رئيس الوزراء، هل كنت تعلم بأن هذه المضبطة تم تصديقها في هذه الجلسة؟ رئيس مجلس الأمة، هذا عمل يعيب على هذه القاعة. ماشي أخ خالد، لن أستعمل نفس الكلمات اللي استعملتها. ما هو دس على رؤوس الأشهاد، وسأجيبك على هذا الاعتراض، وسجلت حقك في الاعتراض وسم التصويت عليه. هذا سجل، قول لي اعتراضك. لا أبو محمد، دون مناقشة. تفضل تفضل. على رؤوس الأشهاد مثل ما قلت، لو كانت مدرجة على جدول الأعمال، هذه على رؤوس الأشهاد يطلع عليها الجميع. أما مكتوبة 4 مضابط بس بجدول الأعمال وتزرق مضبطين، أي رؤوس أشهاد هذه؟ رؤوس أشهاد لو أنك حطيتها على جدول الأعمال، هذه رؤوس أشهاد. تفضل أخ مرزوق الخليفة، واعتراضك مسجل وسيأخذ إجراء اللائحي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الجلسة الماضية 30/3 تقدم 5 من الأخوة النواب بطلب إلى إرجاع التقرير رقم 22 فيما يخص قانون المسيء للجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لحسب ما رأي الإخوان إن لتضمين الرأي الشرعي. طبعا هذا التقرير تم توقيعه من قبلك الأخ الرئيس بتاريخ 1/4 والجلسة ب30، شلون يتم تقديم طلب بإرجاع هذا التقرير وهو للآن التقرير ما تم توزيعه على النواب وعلى المجلس، والتقارير كما تعلمون الكل هي سرية إلى أن يتم توزيعها على الأخوة النواب. طبعا بالنسبة للقانون المسيء، قانون مستهدف. أرجو سجلت اعتراضك أخ مرزوق، تفضل. كان مستهدف وتم تأخيره بلجنة الداخلية، وأريد لا أن يؤد باللجنة. ولكن السؤال إن ما تريت الطلب، أنا قريت المضبطة كلها الأخ الرئيس، لم يتم تلاوة الطلب ولم نعرف من هم الأخوة الخمسة الأعضاء، الكل عارفهم الشعب الكويتي، ولكن ليش ما يتلى الطلب ويذكر أسماء الأعضاء؟ ماشي، شكرا. شكرا لك شيخ مرزوق. لا 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 لا، صل على النبي. معلش 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 أخ سعد، لا صل على النبي، صل على النبي، ما في 5 دقائق شغله. لا لا، ما في 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 لائحة لازم نحترمها يا جماعة، يا جماعة يا جماعة. لحظة، ما عليه، سجلت أنا اعتراض الأخ مرزوق، والآن بعد ما سجل كل الاعتراضات راح نصوت عليهم. تفضل. لحظة أبو عبد الرحمن، رافع إيده قبلك. تفضل دكتور بدر. تفضل دكتور بدر الملح. شكرا أخ الرئيس. أيضا المادة 92 وأيضا المادة 76. الأخ الرئيس
تبين لنا أن في الجلسة الماضية تم التصويت على إحالة تغرير المتعلق في الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة. الموضوع هذا غير مدرج في جدول الأعمال ولم يفتح بند ما يسجد من أعمال، كما تبين بالإطلاع على المضبطة أنه لم يرفق التغرير حتى في المضبطة. أي تغرير؟ المتعلق بالإحالة النيابة الجلسة الافتتاحية. نوحت عنه؟ ما نوحت، أنت صوت توافقون على إحالة التغرير إلى لجنة افتتاحية، وهو تغرير التحقيق اللي برئاسة الأخ نائب الرئيس. التغرير طلع وين اللي بنشوفه؟ نواب صوتوا على شيء ما شافوه. ماشي 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 ماشي. وين اللي بنشوفه؟ لحظة، حد طلبك دكتور، حد طلبك. طلبي هذا التغرير اللي بنشوفه. تبي التغرير تشوفه، الإحالة النيابة تشوفها. مو مدرج على جدول الأعمال. يوزع على كل النواب. ما لا لا ولا هو مدرج، شلون ناقشته؟ ما يحتاج أناقشه، منوه هو، مو مدرج. ليس بند مدرج. عموما احنا نتكلم في المضبطة دكتور. لا لا يعني نتكلم في المضبطة. تفضل تفضل. 90 تفضل. ما اتكلم في 93 92 تفضل. بالتالي انت اليوم ناقش شيء ما هو مدرج. ما ناقشنا. من قالك ناقشنا؟ خذيت قرار فيه. انت قاعد تقول كلام كلام. لا يتخذ قرار بعد مناقشة. انا اخبرت المجلس. ما يجوز يا اخي الرئيس. ما يجوز. دكتور. ما يجوز احالة شيء دكتور التصويت عليه ما هو مدرج جدول الاعمال. دكتور دكتور. ولا موجود ولا موجود ولا حتى ثبت المنطقة. دكتور دكتور. خاش التقرير عن من الاخرين؟ دكتور. خل نشوفه. لو سمحت. نبي نعرف هالاجراءات. لو سمحت دكتور. لو سمحت دكتور. لو سمحت دكتور. ما عندنا شيء خايفين منه عشان نخشه. واحد. رغم اثنين، هو ليس مدرج على جدول الاعمال حتى يناقش. ثلاثة، هذه الاحالة من مكتب المجلس ومن الرئيس. وتم اخبار المجلس، مو هذا كان طلبكم. اربعة، تريد الاطلاع على الاحالة حقك. وانا اقول لك راح اوزع على كل النواب. تفضل. تبي تثبيت الإحالة هذه في المضبطة؟ ما عندنا مشكلة. دكتور دكتور تفضل. دكتور أحمد مطيع حطيتك يا شكرا أخ رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيّنت وجهة نظري يا دكتور. حدد اعتراضك، حدد طلبك. تفضل دكتور أحمد مطيع. تفضل دكتور أحمد مطيع. أخ رئيس، تعقيبا على كلام الأخ الزميل مرزوق الخليفة بالنسبة حق قانون المسيء، قانون المسيء الكل يعرف أنه لم يطبق بأثر رجعي، وقانون المسيء الأخ النائب الحر بدر الداهوم أخذ حكم تمييز نهائي بات بصحة انتخابه وترشحه في مجلس الأمة. وأنا أعلق على كلام أن قانون المسيء كان سبب في شطب أي مرشح، هذا الكلام غير صحيح، واللي أثبته المحكمة التمييز بحكمها النهائي والبات الكل يعرفه على مستوى الشعب الكويتي. والمادة 109 بس احنا مو مناقشة يا دكتور. سجل اعتراضك ونصوت عليه. تفضل دكتور. تفضل دكتور أحمد. أعطى الميكروفون الأخ الرئيس. الكل يعرف إن في هذه الدولة نحتكم إلى دستور وقانون، ونص المادة 179 من الدستور لا تسري القوانين بأثر رجعي. وما حصل في حق أخينا النائب المحترم الحر بدر الداهوم بعد ما حصل على حكم تمييز نهائي بات بصحة ترشح في مجلس الأمة، هذا الأمر يجب أن يثبت في المضبطة حتى يشهد على للتاريخ ويعرفون إن قانون المسيء لم يشطب أحد. هذا ما عندي. جزاكم الله خير. شكرا شكرا. كان بإمكانك تحضر الجلسة الماضية وتثبته في المضبطة. تفضل دكتور عبد الكريم المكندري. مضبطة اليوم لابد أنها تسقط حال المضبطة اللي تم إسقاطها فيما يتعلق بجلسة انتخاب الرئيس، لأنها تحتوي على ثلاث نقاط مخالفة للدستور. أولا، الجلسة اللي فاتت احتوت على إسقاط عضوية النائب بدر الداهوم من غير تصويت، فبالتالي رفض هذه المضبطة إجراء حتى يتم تأكيد بأن ما قامت فيه الحكومة واللي حضروا الجلسة في الجلسة اللي طافت فيها انتهاك للدستور. النقطة الثانية، تم التصديق على مضبطة أصلاً مرفوضة بجلسة سابقة، واليوم اللائحة موجودة. الجلسة الأخيرة فقط في مجلس الأمة هي اللي تصدق عليها مكتب المجلس، لكن لم يأتي أي نص آخر يتحدث عن مسألة إعادة التصديق على مضبطة. النقطة الثالثة، تم التصويت واتخاذ قرار في جلسة على أمر
تفضل دكتور. مو تم التصويت على قرار وطلب لم يدرج في جدول الأعمال وهو في المستقبل، أن أي استجواب يتم تقديمه لرئيس الوزراء في المستقبل نعرفه ولا ما نعرفه؟ مأجل. هذا لبن، هذا خارج ماشي. الجدول الأعمال والمضبطة لبن. فبالتالي لبن. اليوم الاستحقاق في بداية الجلسة يقوم بإسقاط المضبطة مثل ماشي. ما تم إسقاط مضبطة انتخابات الرئاسة. ماشي. الآن وفقا للائحة سيتم الاحتكام. تفضل محمد المطير. أول شيء في طلب من 10 أشخاص لتمديد حق كل شخص 10 دقائق، هذا لازم تقرأ الطلب، يتعلق في المضبطة. الأمر الآخر اللي صار يوم 3 أمر غير أخلاقي بتاتا، اللي صار يوم 3 كارثة في حق البلد، اللي صار يوم 3 تدليس بنود يدخلون فيها ولا عضو يدري عنها، تصديق على مضبطة سابقة رفضها المجلس تنحط بالكلام بس ما هي موجودة على أرض الواقع. هذا الأمر المفروض ما يستمر. وفوق كل هذا، وفوق كل هذا هناك أمر غير أخلاقي يا أخي، أسقط العفو الشامل عيب، تسقط الصبح وبالليل تعزي فيصل مسلم، أي أخلاق هذه؟ أي أخلاق تسويها بالطريقة هذه؟ الله اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. أنت قاعد تستعمل مفردات غير لائقة، رجاء واجبي أن أعزي وأخلاقي أن أعزي حتى لو كان خصم سياسي لي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لست أنا من أسقط قانون العفو الشامل، بل أنت الذي لم تحضر إلى القاعة وتصوت عليه. أنا استجبت لطلب النواب بتقديمه وعرض في جدول الأعمال وعرض في القاعة وتم التصويت عليه وانتهى التصويت بما انتهى إليه، لست أنا ما. وبعدين لا، مو أنت اللي تقول لنا لا أخلاقي، في أكثر من نصف المجلس حضروا، وهؤلاء لهم كل الحشيم والكرامة، وإن اختلفنا بالرأي السياسي وإن اختلفنا في تقديرنا للأمور لا يجوز يا أخوان، لا يجوز يا بقر الطلب، بقر الطلب، بقر الطلب، بقر الطلب، بقر الطلب، بقر الطلب، بقر، بقر الطلب. مشكور، شكرا، 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 شكرا. كل إناء بما فيه ينضح. مشكور، أنت جاي تخرب. شكرا، شكرا. لن أنحدر إلى هذا المستوى. في طلب. خلا بأخلاقه، هذه أخلاقه. حيتكلم. في طلب. أنت مو تبي التصويت على طلبك. في طلب غير لائحي مقدم. نتقدم نحن الموقعين أدنى بطلب التصويت بالنداء على الاسم على منح كل نائب مدة 10 دقائق للتحدث على بند تصديق مضبطة جلسة 30 مارس اللي لأن المادة 96 تقول يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. لذلك هذا في التصديق يا جماعة. عموما لا تعطيني محاضرات بالدستورية رجاء 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 يا جماعة. دكتور انت عاقل؟ معلش 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 مع ذلك طولوا بالكم ما عليه هم يبين. مع ذلك سأصوت. مو تبي تصوت؟ مو تبي تصويت؟ راح نصوت والله. راح نصوت على الطلب إن أراد المجلس. مو تبي تصويت؟ والله
لو تستمر في كيل كل هذه المفردات سألتزم بأخلاق الكويتيين وأهل الكويت. اللي جماعة في طلب ثامر بساعته بالطلب. يا جماعة انت تفضل. الحكومة مو راضية تعبر عن أي وجهة نظر. احنا قاعد نقولكم يا جماعة المضبطة الأخيرة بعطيك زين مرت بثلاث أخطاء كارثية ماشي موضوع تتجاوز ثاني. اسمعني ابتداء من إعلان إسقاط عضوية النائب الدكتور بدر الدهم دون أخذ قرار من المجلس، هذا تجاوز. اثنين، تعطيل الرقابة الشعبية ونحر الرقابة الشعبية بتجاوز مسألة الاستجوابات، واعتقد كل اللي موجودين بما فيهم انت شخصيا كانت لكم آراء واضحة بأن لا يجوز وأن ذلك يعتبر تنقيح للدستور. هل يعقل اليوم خامل. سنتين قاعد أنا بعرف مسألة هل يعقل ليش ما تطلب يا رئيس الوزراء أربع سنين اطلب أربع سنين أي دستور اقسمتوا عليه جماعة ما يجب أن نمرر المسألة ولذلك يجب على الأعضاء جميعاً بما فيهم الحكومة أن يعلموا أن ما حدث تجاوزات صارخة بحق الدستور ولذلك يجب حقك تصوت وتعبر رأيك بالتصويت مو من حقك أن تجرح بآراء الآخرين رجال معلش تفضل أخ خالد عايد لو سمحت الأخوان الأخوان تحدثوا وهذا حقهم ولكن مو من حق أحد أنه يجرح في زملائه الألفاظ اللي قاعد تستخدم لا أخلاق وغيرها هذه ما هي مسموح فيها بالمرة كل يعرف أخلاقه كيف تربى عليها مو مسموح بالمطلق وجهة نظرك تبديها بكل احترام نتحمل ونسكت بدون تجريح وجهة نظرك القانونية الحجة بالحجة تقول بأن هذه سابقة لأول مرة تحصل المجلس اللي فات ثلاث سنوات حصلتوا رئيس مجلس الوزراء السابق وهو اليوم مدان أمام قضايا فساد هذا كلام محاولة نقلب الحقائق وغير مرفوض مسألة بدر الداهوم معلش لو سمحت أنا ما قاطعتك بدر الداهوم إحنا ما شطبناه لا تهمون الشعب الكويتي بدر الداهوم في قرار المحكمة ببطلان انتخابه لا يملك المجلس إلا أن يعلن العفو ليش ما حضرتوا العفو جماعة طلبتوا أنه يخلط ماشي 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 في طلب صل على النبي حمد صل على النبي دكتور سامي رجاء في طلب ماشي جماعة ماشي أبو عبد الله في طلب ما يصير تقولوا لي صوت على الطلب وبعدين لينا صوت على الطلب تبون الطلب ولا ما تبونه ما دكتور أرجوك رجاء ما أقدر أعطي الكل رجاء ما يجوز هالكلام يا جماعة ماشي طلبت له يا أسامة أرجوك لا ما كلهم طالبين قبلك رجاءً خل أشرح الطلب وأصوت عليه رجاءً يا أسامة كل أخوانك رافعين كلهم رافعين ما أعطيتهم ما الآن هذا الطلب يقول أعط الكل ما يصير يا أبو عبد الله ماشي صل على النبي صل على النبي ماشي صل على النبي تفضل بيك أسامة تفضل دكتور هشام لا قبلك هو أول شيء مبارك عليكم شهر يا جماعة المادة 93 من اللائحة الداخلية واضحة وصريحة يقولك لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح لكل عضو حضر الجلسة هذه اللائحة
وبالتالي يفترض أن لا يعقب على المضبطة إلا من حضر الجلسة. نقطة لائحية واضحة. هذا الشيء. شيء ثاني ما يخالف اسمحوا لي يا جماعة، المادة 79 والمادة 86 توصي بعدم مقاطعة المتحدث. متحدث عن اللائحة، خلينا نتحدث باللائحة. ثاني شيء، أنا أوصي نفسي وأوصي الزملاء الآخرين بالابتعاد عن البذاءة والابتذال واستخدام لغة بذيئة. هذه رسالة سيئة قاعد نوصلها إلى الشارع الكويتي. اليوم أعتقد يا دورنا أيضا أخ الرئيس بتفعيل مادة 89 من اللائحة الداخلية. أصبح بس شكرا بس معلش دكتور معلش دكتور المضبطة إجراءاتها واضحة. رجاءً ماشي دكتور، ماشي صح أنا راح أرد دكتور. ما عليه، طول بالكم. تفضل أخي الرئيس. أنا أقدر أستخدم كلمات بذيئة على أي نائب، ولكن أحترم أن هالنائب له أسرة وله أبناء وله عائلة يرفضون أن أمسهم بأي كلمة بذيئة، ومثل ما لهم أسر وأبناء وأهل أنا أيضا ماشي. وإحنا ماشي. إحنا لنا كرامتنا ولنا أبنائنا ولأسرنا، فإحنا نرفض التجريح. من السهل جدا استخدام هذه اللغة البذيئة. أنا أخي الرئيس علينا بنفعل اللائحة، وأي مساس بأي عضو، عفوا بأي موظف مجلس أمة، عليه أن نفعل القضايا. كل ما أرجوه هو ارتقاء بالعمل السياسي. أنا أدري بأن هناك من حضر لتخريب هذه الجلسة. أتمنى أن يدوم لغة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والابتعاد عن الألفاظ الغير يعني موفقة. ما راح أقول أكثر من شيء. شكرا. تفضل لحظة أخ حمد. أخ أسامة مناور لحظة يا جماعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بكل ألم نعيش اليوم الانقلاب الثالث على الدستور، 76 وكذلك 86، لأن السلطة لو أذنت لي أتكلم بعد إذنك، لو سمحت أكمل. احنا في المضبطة اللي صار انتهاك صارخ. لو أذنت لي أكمل يا رئيس. تفضل. في مرتين انقضت السلطة على الديمقراطية لأنها ما هي مؤمنة بالديمقراطية. الديمقراطية فرضت عليهم. الكارثة الأخيرة اللي صارت أن رئيس المؤسسة التشريعية شارك فيها. هذه والله لو طلعت أفلاطون وأرسطو تقول أن المؤسسة التشريعية سيقوم رئيسها بالتواطؤ مع السلطة، والله ما يصدق. ما أسمح لك يا رئيس. لا رجاء. ما يخالف، هذا رأيي. لا لا هذا رأي بعد إذنك يا رئيس. لا 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 اللي صار إنك ما نعطي شيك على بياض. إحنا صوتنا لا لي وزير. لو أذنت لي أكمل في بند لو أذنت لي. لا لا أنت قاعد تدخل في موضوع آخر. لا لا هذا في بند استجوابات. قول رأيك وراح أعطيك الحق تقول رأيك. أنا حميت الدستور وحميت اللائحة من وجهة نظري. أنت لك وجهة نظر أخرى. الآن إحنا في المضبطة. تبون الطلب اللي قدمته يصوت عليه ولا ما تبون؟ ما يصير أسامة، ما يصير تدخل. تفضل عطنا لحظة يا حمد. إن شاء الله لحظة. إن يكون هناك شيك وصك على بياض ما مو موضوعنا. مو موضوعنا يا أسامة أرجوك. أنت أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة. أنا ملتزم فيه. طيب أنت من ملتزم للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر عن أحد الأعضاء خلافا لأحكام الله، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. عندك اعتراض تفضل. هذا اعتراض اللي قاعد أتكلم فيه ماشي الآن ماشي. هذا التجاوز ماشي اللي صاير. اسمح لي. هذا تفريغ الدستور من محتواه يا رئيس. في بند قول هالكلام في البند الاستجوابات مو الآن في المضبطة. لكل عضو حضر الجلسة. حضرتك حضرت الجلسة؟ لحظة ما حكيتك أنت. حضرت الجلسة؟ أنا يا رئيس أحد مقدمين الطلب. على راسي. أنا أحد مقدمين هذا الطلب ومن هذا الباب أنا قاعد أتكلم. يا تبي الطلب يطلع جماعة ترى يعني. تفضل دكتور عبد الكريم يا كم ساعة. أولا فيما يتعلق في نص المادة 93 وأتمنى أنها تنحط. لائحة.
اللي هي على أساسها يثار هذا الجدل. لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق. إحنا ما نتكلم عن تصحيح، إحنا نتكلم عن التصويت وتصديقها من عدم تصديقها. فبالتالي المادة 93 مع احترامي لك يا دكتور الدستوري لا تنطبق علينا في هذه الحالة. ماشي ماشي دكتور، ماشي ماشي. التصويت راح يتم، التصويت راح يتم، راح يتم، راح يتم يا دكتور. قلتها مساحة، قلتها يا دكتور أرجوك. تفضل الأخ مساعد العارضي. الرئيس اليوم لما يتكلمون عن العفو وإحنا سبب عدم حضورنا هو إسقاط قانون العفو، وهم يعلمون تماما أن هذا القانون لما وضع في جدول أعمال كان سبب حتى نمكن رئيس الوزراء المرفوض شعبيا من القسم، ولكن أهم اليوم على أساس أن يعدون على عذرهم ويشوفون وسيلة لهم، لأنهم أسقطوا زميل لهم وأخذوها عذر قال العفو. ولكن أنا أقول لهم أخواننا اللي نطالب لهم عفو وأخواننا المهجرين، والله إنهم أطهر منهم يجون على ألسنة نواب اسمحوا ماشي إنهم ماشي. شكرا شكرا شكرا. بس تفضل أخ حمدان، ثامر أربع مرات تكلم، أربع مرات تكلم رجاء. تفضل تفضل أخ حمدان. بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس أنا ردا على الأخ خالد عايد قال بدر الداهوم ما تم شطبه إلا بحكم قضائي، بس منو؟ وأحد المشاركين خالد عايد هو من مكن الحكومة من أداء القسم وأسقط أضوية بدر الداهوم. من مكن الحكومة من أداء القسم ليش ما عرضت على التصويت الأخ الرئيس وخليت الحكم للمجلس؟ أما ما يقولون اليوم من أسقط، نحن نعرف أن في حكم قضائي بس لابد أنه يعرض للتصويت. هذا الخلاف. ماشي من مكن الحكومة من أداء القسم؟ ماشي أخ أبو عبد الله معلش حقك. وأنا أيضا نفس الرأي بأن يعلن الخلود دون تصويت. دخلنا ماشي بحث آخر، انتهى انتهى. تبون نصوت على الطلب ولا لا؟ ما أقدر ثامر أربع مرات، ما يصير أربع مرات تلعطي. ما يصير ما يصير أربع مرات. تفضل تفضل الله سعدون تفضل. شكرا الأخ رئيس. تطرقوا لاسمي الآن على موضوع قانون المسيح. لا مو موجود في الموضوع. تطرق لي. أرجوك أرجوك تطرق لاسمي الأخ رئيس. أرجوك خلنا نتكلم أخ رئيس. أرجوك رجاء أرجوك رجاء. لا اسمي ما ثلاث واضحة. ماشي ماشي هذا بس مو الرئيس حط المجال ما راح أطول الأخ رئيس. فلما أتكلم على قانون المسيح، هذا القانون الأخ رئيس لما قدمناه في المجلس الماضي أنا مو بروحي، قدمته أنا وزميلي الأخ أحمد مطيع، تقدمنا بهذا المقترح مع نواب آخرين خمسة وقررنا قانون المسيء. فقانون المسيء الأخ رئيس أصلا هذا القانون أقر في سنة 2012 المبطل الأول، فكان القانون طبعا العقوبة إعدام، الإساءة للذات الإلهية وإساءة للرسول وكانت العقوبة إعدام. إحنا سوينا جبنا القانون نفسه وأضفنا سمو الأمير الذات الأميرية، وبالتالي خفضنا العقوبة بدال مو إعدام إلى عدم ترشح، فما جبنا شيء جديد. فما زلت أنا بالنسبة لي على رأي، إنما اللي يغير رأيه ويقلب شأنه. ماشي ما 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 ما, ما يا جماعة يا جماعة أحمد مطيع لأنه قال اسمك ما يصير أكثر من مرة يا جماعة. ما جاب اسمي جاب اسمي. تفضل أخ الرئيس. أول شيء أنا تشرفت إني أحد الموقعين على هذا الاقتراح، لأن الاقتراح هذا شرعي ولا يجوز كائن من كان أن يرفض هذا الاقتراح، لأن من يسب الله ويسب الأنبياء والرسل ويسب ولي الأمر يجب شطبه، هذا أقل عقوبة في حقه. ولكن الكل يعرف ومحكمة التمييز أكدت على كلامنا أنه لم يشطب وأخذ حقه من ناحية الترشح، ولكن كل من شارك في جلسة 30 هو اللي أيد إسقاط عضوية بدر الداهوم بدليل، ومنك أنت شخصياً أخ الرئيس في حالات سابقة مكنوا وصارت عليهم قضايا وصار التصويت والأمر للمجلس. أنت قاعد تدخل في موضوع آخر يا أبو عبد الرحمن. ماشي ماشي رداء 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 يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن
معلش 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 بعطيك بلفت انتباهك للائحة. لا بعطيك معلش صلى النبي ماشي بس بعطيك بعطيك بس قاعد اقول لك صلى النبي بلفت انتباهك يا رئيس لازم الفت انتباهك للائحة. هذا موضوع مختلف مختلف يا دكتور لنا آراء فيها ووجهات نظر مختلفة مو مجال بحث الآن. أنت تبي توافق على المضبطة حقك تبي تعترض عليها حقك غير ذلك ما يصير ندش في نقاش أمور أخرى. تفضل فأرجوك الالتزام. أخ رئيس أنا أكد على أن حدث حالات سابقة في هذا المجلس وكان الأمر يترك للتصويت قبل حكم الدستورية وحالات مختلفة وليس طعن دستوري وليس طعن انتخابي لا ندخل في الجو. المجلس سيد قراراته هذا ما عندي جزاك الله خير. ما يصير يا ثامر كم نقطة نظام طلب ما لا لا ندخل في إن شاء الله. تفضل أخ مرزوق. شكرا لأخ الرئيس. بالنسبة للقانون المسيء ورجاعة إلى لجنة الداخلية سجلناه رد على الأخ سعدون إن لرأي الثوابت الشرعية ليس من الشرع منع أي إنسان إلى الأبد من الترشح ماشي. التعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل هذا كفر وخروج من الملة وحكمهم إلى الله سبحانه وتعالى مو بشر إحنا نشرع لله سبحانه وتعالى ماشي. والذات الأميرية مصونة بالدستور ومصونة بقانون الإجراءات وإحنا الكل نلتزم بالدستور ونصون ذات الأمير واضح. ولكن لا حد يزايد علينا بالذات الأميرية شكرا. والذات شكرا. الإلهية والأنبياء شكرا. والرسل شكرا. شكرا. كلها مكفولة شكرا. بالقانون شكرا شكرا. تفضل أخ ثامر. ردي للدكتور الدستوري اللي ذكر قبل شوي وقال إن ما يحق للأعضاء اللي ما حضروا إحنا وفق المضبطة حضرنا نعم. وتم تحضيرنا نعم. ولذلك لنا الحق أن نعقب نعم. هذا أولا نعم. اثنين أنا ما لومك لأنك أنت أساساً ما تقرأ المضبطة لسبب لأن المضبطة السابقة لما عرضت بدون تواريخ وافقت. الأمر الآخر لما دخلنا هني وصارت المشادة الكلامية قال كلمة قال أنا أصلاً رافض لا لا تأجيل لا الاستجوابات شو اللي غير ربع ساعة لا يا, يا 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 أخ ثامر لا 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 لا, لا أرجوك ثامر لا 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 كل شيء فيه ساعة سيشتغل يا ثامر أربع مرات عطيتك رجاءً في طلب إنه يعطى كل واحد عشر دقائق توافقون على هالطلب؟ معلش ما خل بنات عبر عن رأيك بالرأي تفضل لمين العام نداء بالاسم الموافق على الطلب نتقدم نحن الموقعين أدنى بطلب التصويت نداء بالاسم على منح كل نائب عشر دقائق للحديث على بند تصديق مضبطة جلسة 30 مارس اللي موافق يعني أفتح باب النقاش مرة ثانية وكل نائب يأخذ عشر دقائق وهذا أنا قاعد أقول لكم مقدما بخلي القرار لكم لكن هذا مخالف اللائحة. تفضل ليلى. الموافق موافق على الطلب عدم موافقة عدم موافقة على الطلب. أحمد محمد الحمد غير موافق. دكتور أحمد مطيع العازمي موافق. دكتور أحمد ناصر الصباح غير موافق. أسامة أحمد المناور موافق. دكتور باسل حمود الصباح غير موافق. دكتور بدر حامد الملة موافق. بدر ناصر الحميدي موافق. ثامر سعد الظفيري موافق. ثامر علي الصباح غير موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر موافق. دكتور حمد أحمد روح الدين موافق. حمد جابر الصباح غير موافق. حمد سيف الهرشاني غير موافق. دكتور حمد محمد المطر موافق. حمدان سالم العازمي موافق. دكتور حمود مبرك العازمي غير موافق. دكتور خالد عايد العنزي غير موافق. خالد محمد العتيبي موافق. خليفة مساعد حمادة غير موافق. خليل إبراهيم الصالح غير موافق. دكتور رنا عبد الله الفارس غير موافقة. سعد علي الرشيدي غير موافق. سعدون حماد العتيبي غير موافق. سعود سعد بصليب موافق. سلمان خالد العازمي غير موافق. شايع عبد الرحمن الشايع غير موافق. شعيب شباب المويزري موافق. دكتور صالح ذياب المطيري موافق. صباح خالد الصباح غير موافق. دكتور عبد الرحمن بداح المطيري غير موافق. دكتور عبد العزيز طارق الصقعبي موافق. دكتور عبد الكريم عبد الله الكن موافق. عبد الله جاسم المضف موافق. دكتور عبد الله عيسى السلمان غير موافق. دكتور عبد الله محمد الطريجي
غير موافق. عبد الله يوسف الرومي غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. الدكتور علي عبد الرسول القطان غير موافق. دكتور علي فهد المضف غير موافق. عيسى احمد الكندري غير موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فايز غنام الجمهور موافق. فرز محمد الديحاني موافق. مبارك زيد العرو موافق. مبارك عبد الله العجمي غير موافق. مبارك هيف الحجرف موافق. محمد براك المطير موافق. دكتور محمد عبد اللطيف الفارس غير موافق. محمد عبيد الراجحي موافق. دكتور محمد هادي الحويله موافق. مرزوق خليفه الخليفه موافق. مساعد عبد الرحمن العارضي موافق. دكتور مشعان محمد العتيبي غير موافق. مهلهل خالد المضف موافق. مهند طلال الساير موافق. ناصر سعد الدوسري غير موافق. دكتور هشام عبد الصمد الصالح غير موافق. يوسف فهد الغريب غير موافق. احمد خليفه الشحومي غير موافق. مرزوق علي الغانم غير موافق. اثنين وثلاثين عدم موافقة، 28 موافقة، إذن عدم موافقة على الطلب. الآن أيضا سأحفظ حق كل واحد أبدأ اعتراض. بالنسبة للاعتراض الأخ خالد العتيبي بالتصديق على المضابط السابقة التي لم يتم التصديق عليها، الموافق على هذا الاعتراض يرفع إيده. اللي تفضل فيه الأخ خالد العتيبي أن تم التصويت على مضابط لم يتم التصديق عليها في السابق. اللي موافق على اعتراضه اعتراض على المضبطة هذا. الموافق على اعتراض لخالد يرفع ايده. ماشي شاشة بالمضبطة المادة 96. اللي عنده اعتراض يقول اعتراضه ويقرر المجلس ذلك دون مناقشة، لائحة نطبقها. خلى الآن اللي عنده اعتراض على المضبطة بأي جزء من المضبطة يرفع ايده لنخلص التصديق، واللي ما عنده اعتراض مصادق عليها لا يرفع ايده. ما يصير خالد، عطيتك وخلص. رجاءً خالد عطيتك وأبديت اعتراضك. تفضل يا خالد، تفضل، مع اني اعطيتك ومشيت معاك باللائحه. اوكي، عشان تكون الصوره واضحه، انت الان تصوت على مضبطه تم رفضها بالسابق. هذه لازم ما قاعد نصوت على المضبطه، احنا نصوت على المضبطه الماضيه التي تحتوي تصويتات سابقه. انزين، الموافق يبين رايه، الغير موافق يبين رايه. يا دكتور، ما قاعد اصوت على السابق، قاعد اصوت على المضبطه الماضيه. فقط على المضبطه الماضيه. تفضل يا شيخنا الفاضل. يا ثامر. ثامر دقيقة أبو سعد. ما يا أنا ثامر. راح أسأله. أنا راح أسأل. يا ثامر رجاءً. ماشي. تفضل دكتور. حضرة الرئيس، الآن الجلسة السابقة تم تصويت على أمر تم التصويت عليه سابقاً. ما يصير. فأنت الآن تطلبنا أن نصدق على أمر تم تصويت وإحنا لم نحضر. حقك. فدخلنا في متاهة. حقك دكتور، حقك ما أحجر عليك، حقك. ماشي، حقك ترفض. المعترض على المضبطة الماضية يرفع إيده. اللي يصادق عليها لا يرفع إيده، المعترض يرفع إيده. تفضلوا من الآن. على أي أمر في المضبطة السابقة؟ المعترض على التصديق على المضبطة السابقة.
28 من 60، إذن مصادق على المضبطة الماضية. البند التالي يا خالد صل على النبي يا خالد، تفضل. البند الثاني، أولاً كشف الأوراق والرسائل الواردة، ثانياً كشف العرائض والشكاوي. حاضر، حطك، تفضل. لا، قلت له أنا بعد المضبطة، صحيح وعدته. تفضل الأخ بدر الملا. شكرا للأخ الرئيس، أحتاج 5 دقائق لو سمحت، أرجو الرجوع للمجلس. جماعة، أنت نقطة نظام يا دكتور. إيه، أحتاج رجوع المجلس، أرجع المجلس رجاء. لا، نقطة نظام ما فيها رجوع المجلس. رجاء أعطني، أنا أرجع أطلب المجلس 5 دقائق، وإن شاء الله ما يبخل. لا، لو سمحت للأخ الرئيس. تفضل. تفضل. الوقت 5 دقائق لو سمحت. تفضل، أعطى 5 دقائق. شكرا لك الرئيس. للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الكويتي يقدم طلب عزل رئيس مجلس الأمة، وهو الأخ مرزوق علي الغانم. لم يحصل في يوم من الأيام أني أختلف مع الأخ مرزوق الغانم خلاف شخصي أبدا، وما زلت أقول لا يوجد خلاف شخصي، لكن عندما نرى أن هناك تجاسر وتحدي على اللائحة، أمر منطقي أنا أتقدم مثل هذا الطلب. دكتور بعطيك، اصبر، ما حد قالك أخطأت. أنت الآن عشان تسمع. لا أنت دكتور ياي تبي تسوي مشكلة ولا ياي تبي تسمع؟ ماشي، ما بسوي مشكلة، اسمعني. بعطيك أقول لك اسمع. يا دكتور راح أعطيك 5 دقائق. صل على النبي. دكتور. أصير رئيس وانتخبت رئيس رغما عن الباركود ورغما عن الضغوطات ورغما عن كل شيء، ودير الجلسة. إذا تبي تفتح مجال نقاش اطلب وفق المادة. بعطيك بس اسمع، عشان تلتزم باللائحة. إذا تبي تفتح موضوع للنقاش وفق المادة 76 اطلب إدراجه، مو مساعد تقول لي ليش تدرجه والحين تي. تفضل، 5 دقائق لك. تفضل. أنا أطلب من الرئاسة أن تتنحى عن الرئاسة وتسمح للأخ حمد شعومي بإدارة الجلسة، لأن ما سأتحدث عنه هو موضوع متعلق بالسيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، والطلب اللي قدمته هو طلب بعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. شلون يترأس الآن الجلسة ويتحدث معي في هذا الموضوع؟ رقم 2، إحنا قدمنا طلب العزل وكان يفترض عليك أن تدرجه في جدول الأعمال، لكنك ما أدرجته. اعتقدت في قرارة نفسك أنك ستستعمل سلطتك في هذا الأمر. هذا طلب عزل لمخالفة صارخة حصلت منك، يتحدث عن لوائح ويقبل طلب رئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها؟ عيب علينا يعدي مثل هذا الطلب. أنا ما عندي خلاف معك، هذا طلب يجب أن يقدم ويجب أن ينظر ويجب أن يصوت عليه. الشعب الكويتي يبي يعرف اليوم شنو ردة فعل رئيس المجلس. على رئاسة المجلس أن تتنحى في هذا الموضوع. خذوا دروس من رجالات الدولة. عبد العزيز الصقر باستقالته تتنحى، يترجى نائب الرئيس سعود عبد الرزاق أن يرجع ويرفض. الأمير يطلب منا العدول ويصر على الاستقالة، يصوت المجلس برفض الاستقالة ويعود يطلبها مرة أخرى. للأسف ما كان بيني وبينك خلاف، أنت أجبرتي على أن يكون هناك خلاف، وهذا الخلاف للأسف الشديد هو خلاف الدستور، ليس لخلاف لشخصك الكريم وليس خلاف لأسرتك الكريمة لكن له كل احترام، لكن خلاف الدستور. لما تجرأت على الدستور وعلى اللائحة
ومنعت سلطات المجلس ومنعت سلطتنا. ايونا دكاترة ما ادري اعرف ايش قانون دستوري ما اعرف ايش ويوافق على استجوابات مزمع تقديمها. قول لي اي مادة هذه؟ شو توافق على العدم؟ شو توافق على استجواب من العدم؟ ما هو موجود لم يقدم. شلون تناقش شيء؟ يتكلم عن الاستجوابات الرد، يتكلم عن طلبه. لو سمحت خليك في حدود طلبك. لو سمحت سلامي سلامي خالد خلي تفضلوا. لا يقاطعني لا يقاطعني. الخروج رد الوقت رد الوقت. كل خروج خالد رد الوقت. كل خروج عن النص اصلا سيشطب سيشطب. كل خروج عن النص سيشطب. عن طلبه خلي كمل تفضل. اخ الرئيس تفضل تفضل. اول من شرح اخ الرئيس رد الوقت. لا ما راح ارد لك الوقت. تفضل ايش عيب انت ما وافق؟ هو وافق 2011 انت اول من شرحها. الوقت كمل. لو سمحت هذا طلب يجب ان يعرف. شلون انت مستمع على الكرسي وموجود موجود على جدول الاعمال؟ ما يجوز لك يا جدع طلبك ما يجوز ما يجوز. لازم طلبنا يكون مدرج على جدول الاعمال. طلبك الادراج الطلب على جدول الاعمال. نعم هيك حدده. اي طلبي خلص طلبي بس قول له انا بس لحد الان ما خلصت. ما تملك يا شعيب. انا ما تملك يا جماعه بتناقش مع منو الاخ الرئيس؟ انت قبلت ان تحيل ان تؤجل استجوابات المزمع تقديمها. اولا يا جماعه يعني حتى اوضح المخالفات لأن ما في شيء يمنعني أنا أكون قاعد فوق. ما في شيء يمنعني أخي شعيب. ما في شيء يمنعني لا أبدا. ماشي أنا أقول لك شنو اللي باللائحة وشنو الرد عليه. أقول لك لا الاستجوابات لها بنت لها بنت دكتور. الاستجوابات لها بنت. تكلم قول اللي تبي في الاستجوابات. المادة 77 ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود عليه إلا من تنتهي المناقشة. إذا اشترك في المناقشة هذا اللي أنت تقصده. مناقشات مجلس الأمة أوضح الخبير الدستوري ملاحظة أنه لا يقصد بنص المادة مجرد ما يصدر عن الرئيس من استيضاح أو توضيح كأن تكون المسألة فيها جانبان إنما من أعمال الرئيس بل من واجباته أحيانا من واجباته أن يوضح المسائل توضيح أو يستوضحها مجرد استيضاح وهذا لا يدخل من ضمن النص. الأخ الفاضل على كل ما قلته من إساءات تظل أخ عزيز. لا 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 أسأت لا أسأت يا جماعة. ما يصير يعني عطيناك الخمس دقائق. ما يصير ما يصير لا لا ما يصير. انت جاي تبي تخلق مشكلة وبس. يا جماعة نص المادة 92 من الدستور واضحة واضحة. يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من أعضائه لمثل مدته 4 سنوات. الرئيس رئيس نائب الرئيس نائب رئيس. بقية أعضاء مكتب المجلس يتم التصويت عليهم في كل دور انعقاد. هذه مادة دستورية واضحة. لذلك الطلب هو مخالف للدستور بشكل مباشر. رغم 2 أثناء مناقشة هذه المادة في المجلس التأسيسي اللي أخي وزميلي يستشهد فيه وأنا معه في هالاستشهاد وسأستشهد معاك أنا أستشهد فيه في المجلس التأسيسي. تساءل المرحوم السيد ما يصير تحجر علي. هو وجه السؤال للرئاسة. هو وجه لي ليش سألت يا جماعة. المرحوم أحمد الفوزان قال يا أخ شعيب ما يصير تحجر علي. وهو قال لي وهو قال للرئاسة ليش ما عرضت الطلب. لازم أوضح صلعاً. ما يصير أنزل تحت كرئاسة أنا أقول لك ليش ما حطيت الطلب. هل يستطيع المجلس رديت لك وقلت لك رأي الخبير الدستوري ورده. هل يستطيع المجلس أن يعزل الرئيس؟ سؤال مباشر من المرحوم أحمد الفوزان. حط لي على في الشاشة إذا تكرمت زين. الخبير الدستوري دكتور عثمان خليل عثمان كلنا يعرف منو خليل عثمان. عثمان خليل عثمان رحمة الله عليه وعليهم جميعا. ليس مقررا هذا ردا على السؤال. إذا أعطي الرئيس مدة 4 سنوات فليس للمجلس أن يسحب هذه الثقة في بحر هذه المدة إلا بنص
ولا يوجد مثل هذا النص في مشروع الدستور، فمثل ما أن النائب منتخب لمدة 4 سنوات لا يعزل قبلها، كذلك الرئيس منتخب من المجلس لمدة 4 سنوات، وليس هناك نص في مشروع الدستور يحق سحب الثقة منه قبل هذا الأجل. وانتهى المجلس بالتصويت على نص المادة الحالية بأن تكون رئاسة المجلس ونائبه لمدة مدته. هذا في المضبطة رقم 2 تاريخ 25/9/62. ومع ذلك لن أحجر على زميلي دكتور بدر الملا طلبه بأن يدرجه في الله، لن أحجر عليه، لكن راح أقول له التالي: المرحوم عبد العزيز الصقر لما قدم استقالته اعتراضا على محاولة مجموعة من النواب منع الحكومة من أداء القسم، وليس كما ذكرت. وهذا الموضوع أنت تفضلت وذكرت أمس كلام كثير، سأرد عليك أيضا بهذا الكلام، لكن خارج القاعة مو مكاننا الآن. أنا بصلاحياتي كرئيس أعطيه الحق في أن يطلب هذا الأمر في بند ما يستجد من أعمال لمناقشة طلب أنا أقول مخالف للدستور واللائحة، لكن أترك القرار للمجلس. الموافق على طلب الدكتور بدر يرفع إيده. ما طلب قدم طلب الله يهداك. نداء بالاسم ماشي، مرة ثانية قدم الطلب قبل لا تحكي عشان نتلوه قبل لا أقوله. نتقدم نحن الموقع. تفضل سيد عدنان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الرئيس، مبارك عليكم الشهر جميعا. الحقيقة يعني ترى احنا ملينا من اسلوب التعامل في المجلس حقيقة. يعني ماذا يراد لهذا المجلس وماذا يراد للديمقراطية في الكويت؟ الأخ الرئيس مو من حقك ان تدرج هذا الطلب على جدول الأعمال، مو من حقك، وهذه قضية دستورية واضحة تماما. أول مرة هذه بدعة بأن طلب عزل الرئيس يستقيل كيفه، يتنحى كيفه، لكن طلب عزل الرئيس هذه بدعة دستورية. وإذا واحد يعتقد بأن هذا متضرر وهو يرجع إلى المحكمة الدستورية يروح يسأل هل يجوز له أو ما يجوز له. الخلاصة الأخ الرئيس، لا يجوز لك ولا يجوز للمجلس عرض هذا الموضوع أو التصويت عليه لأنه غير دستوري. صحيح. لا أرجوكم في آراء مؤيدة في معاه. سيد عدنان تفضل. وأنا أطلب أيضا من الحكومة اللي ساكتة، تعالوا أنتوا قولوا رأيكم، مو بس إنه ساكتين. أنا بالذات الأخ عبد الله الرومي، الأخ وزير العدل، أرجوك يا أخ عبد الله وعندك مصداقية عند الجميع، عند الجميع تقوم تقول هذا الطلب دستوري أو غير دستوري. ماشي. أرجوك جماعة، شكرا. هذا الطلب وكل ما يثار على قضية الاستجوابات وغيرها، هذا أيضا في كلام في الاستجوابات، أيضا أصلا الاستجوابات دستوريا غير دستورية، شو رأيك؟ حتى الاستجوابات غير دستورية. ماشي. قبل القسم طبعا، وأن حتى كل الاستجوابات انت في اجراءات للاستجوابات الاخ الرئيس، مضمون الاستجوابات شنو؟ تطبيق الدستور واللائحة ينفي حتى طلب الاستجوابات السابقة، ولكن هذا الكلام في محل. شكرا. صحيح، لذلك لم يدرج. لذلك بدر تبي تصويت على طلبك؟ ما يصير. لا أرجوك دكتور، أرجوك، لأن بعدين أفتح نقاش. بعطيك بند الاستجواب، ما يخالف، بعطيك محمد خل هو أنا ما صوت على الطلب، معلش، بس أنا ما صوت على الطلب. أنا طلب فتح باب ما يستجب من الأعمال أصوت عليه، لأن من حيث المبدأ ما يجوز طرح أي موضوع بدون بند ما يستجب من الأعمال. فأنا أرجوك يا دكتور، أرجوك دكتور، أرجوك. لا خل معلش مع دكتور، ما راح أعطي الحكومة، لا أعطي. تفضل كربي. شكرا لك الرئيس. أنا أؤكد مرة أخرى كما أكدت أمس وأكدت اليوم في كلامي، أنا لم أسيء لشخصك ولم أسيء لعائلتك
انت قلت لي انا عبث بالامانه يا لو دكتور. سمح حقي هذا تجريح سياسي. لا لا هذا لكن ما هو اساءه. ما هو اساءه هذه مو اساءه لو سمحت. بس ما ان شاء الله ان شاء الله نكون محافظين عموما عشان للرد على اللي تفضلت عليه بالمغالطه غير صحيحه فيما ورد في محضر مجلس التاسيسي. مجلس التاسيسي صوت على مده الرئاسه سنه او اربع نعم فقط وصل لكن لم يصوت على راي الخبير الدستوري بعدم جواز العزل. هذا راي دكتور محمد الفيل يقول راي دكتور عادل طبطبا يقول راي وبالتالي ليس الراي الاوحد ولم يصوت عليه لذلك يبقى راي عابر لا يؤخذ بانه امر ملزم في هذا الامر. شكرا دكتور. مو ما يحتاج يصوت عليه هو شرح للاخوه اللي موجودين الان في طلب ارجوك دكتور ارجوك رجاءا خلاص احنا نرى انه غير دستوري وبالتالي ما باب ما يستجد مع اعمال مو على الطلب باب ما يستجد مع اعمال بعدم فتحه. ارجوك يا دكتور رجاء دكتور رجاء حتى الدكتور يبي ارجوك تفضل لمين العام اللي في طلب ارجوك نتقدم نحن موقعون ادنى بطلب فتح باب ما يستجد من اعمال وادراج طلب اعفاء رئيس مجلس الامه من منصبه لمناقشته اليوم 13/4 وتقديم البند على ما عداه من بنود مع التصويت نداء بالاسم تفضل اخ عبد الله. اخ رئيس الحقيقة مع التقدير والاحترام لجميع الاراء اللي تطرح بالجلسة واللي الحقيقة يؤلمني هذا الشد في موضوع الديمقراطية وفي موضوع الرأي والرأي الاخر والتبادل وبالتالي نتبادل وجهات نظر نختلف لكن ما نشد ولا تعدى الى نقاط او الى كلام جارح بعض لبعضنا البعض. هذا ما اتمنى لاخواني اعزهم واقدرهم بالجلسه وفي شهر رمضان المبارك. اخ الرئيس مع التقدير الحقيقه لمقدم الطلب اولا لابد من استخدام الماده 76 لانه هو بند غير وارد في جدول الاعمال وبالتالي لابد فتح بند ما يسجل من الاعمال والتصويت على بند ما يسجل من الاعمال فتح بند ما يسجل من الاعمال ثم اذا تم الموافقه على بند ما يسجل من الاعمال ثم الموافقه على ادراجه. يجب ان يكون تصويتين حتى لا نخطئ. الامر الاخر ايضا في الموضوع نفسه الحقيقه مع التقدير الاجتهاد الاخ الفاضل بدر النص الاجتهاد في وجود النص المادة 92 واضحة كل الوضوح أن الرئيس مدته 4 سنوات وبالتالي لو تصفحنا اللائحة والدستور لا نجد نص يشير إلى عزل عضو أو إلى عزل رئيس وبالتالي هذا الطلب في مبدأه خطأ وفي مبدأه باطل وفي مبدأه أصلا لا يجوز التصويت عليه. شكرا لك رئيس. شكرا لا راح بعدها اعطي الكل ما راح اعطي الكل رجاء حمد حتى الدكتور طالب والاخ شعيب طالب والكل طالب في طلب حتى ننظم لان انا اقول لكم هذا الطلب من وجهه نظري غير دستوري ويتعارض بشكل مباشر مع نصوص الدستور وغير لائحي وايضا في خطوره. اليوم قد يكون بعضكم مع كل الاحترام لهم عندهم خلاف معي شخصي سياسي ايا كان باكر ما راح استمر الى الابد. هذا 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 الامر يعطي الحكومه مع اي مجموعه من النواب تعزل الرئيس في اي وقت. ايضا هذا الامر يستقيم كما قال الخبير الدستوري عزل الرئيس قبل 4 سنوات معناته انا اقدر اعزل النائب ايضا قبل 4 سنوات واقدر اعزل اي رئيس لجنه واقدر اعزل اي مقرر بمجرد وجود اغلبيه. عموما الامر لكم ارجوك يا دكتور ارجوك رجاء دكتور كلهم دكتور كلهم بدي طالبين ارجوك يا دكتور ما اقدر اعطيك ما اعطي غيرك. جماعه اللي 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 موافق وموافق على فتح بند ما يستجد اعمال مو موافق على بند ما يستجد من اعمال تفضل الاخ الامين. احمد محمد الحمد غير موافق. دكتور احمد مطيع العازمي موافق. دكتور احمد ناصر الصباح غير موافق. اسامه احمد المناور موافق. دكتور باسل حمود الصباح غير موافق. دكتور بدر حامد الملا موافق. بدر ناصر الحميدي موافق. ثامر سعد الظفيري موافق. ثامر علي الصباح غير موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر موافق. دكتور حمد احمد روح الدين موافق. حمد جابر الصباح غير موافق. حمد سيف الهرشاني غير موافق. دكتور حمد محمد المطر موافق.
حمدان سالم العازمي موافق. دكتور حمود مبرك العازمي غير موافق. دكتور خالد عايد العنزي غير موافق. خالد محمد العتيبي موافق. خليفة مساعد حمادة غير موافق. خليل إبراهيم الصالح غير موافق. دكتور رنا عبد الله الفارس غير موافقة. سعد علي الرشيدي غير موافق. سعدون حماد العتيبي غير موافق. سعود سعد بصليب موافق. سلمان خالد العازمي غير موافق. شايع عبد الرحمن الشايع غير موافق. شعيب شباب المويزري موافق. دكتور صالح ذياب المطيري موافق. صباح خالد الصباح موافق. عبد الرحمن بداح المطيري صباح خالد الصباح غير موافق. عبد الرحمن بداح المطيري غير موافق. دكتور عبد العزيز طارق صقعوي موافق. دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري موافق. عبد الله جاسم المضف موافق. دكتور عبد الله عيسى السلمان غير موافق. دكتور عبد الله محمد الطريجي غير موافق. عبد الله يوسف الرومي غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. دكتور علي عبد الرسول قطان غير موافق. دكتور علي فهد المضف غير موافق. عيسى احمد الكندري غير موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فايز غنام الجمهور موافق. فرز محمد الديحاني موافق. مبارك زيد العرو موافق. مبارك عبد الله العجمي غير موافق. مبارك هيف الحجرف موافق. محمد براك المطير موافق. دكتور محمد عبد اللطيف الفارس غير موافق. محمد عبيد الراجحي موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. مرزوق خليفة الخليفة موافق. مساعد عبد الرحمن العارضي موافق. دكتور مشعان محمد العتيبي غير موافق. مهلهل خالد المضف موافق. مهند طلال الساير موافق. ناصر سعد الدوسري غير موافق. دكتور هشام عبد الصمد الصالح غير موافق. يوسف فهد الغريب غير موافق. أحمد خليفة الشحومي غير موافق. مرزوق علي الغانم غير موافق. الحضور 60 موافق 28 عدم موافقة 32 إذن عدم موافقة. البند التالي ما يحتاج أكثر. البند الثاني أولا كشف الأوراق والرسائل الواردة. أولاً كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة المعقودة بجلسته صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/4/21. رسالة واردة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ثلاثة رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية المواد البشرية للاختصاص. أربعة رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور عبد الله محمد الطريجي يطلب فيها العرض على المجلس الموقر موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين 50 و114 من الدستور والمواد 147 و148 و150 من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلاً مع التأكيد على الطلبات المحددة بنص الرسالة. خمسة رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كوفيد-19 على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب. ستة رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة ميزانيات والحساب الختامي ببحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف المكافآت الواردة في القرار رقم 714 لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه الاعتمادات المالية الخاصة بذلك في مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2021-2022.
7 رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور عبد العزيز طارق صقعبو يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة. 8 رسالة واردة من عضو مجلس الأمة الدكتور عبد العزيز طارق صقعبو يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب اللوائح البلدية والمراسيم المخططة الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية. 9 رسالة واردة من عضو مجلس الأمة الدكتور عبد العزيز طارق الصقعبو يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع بها. 10 رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمختصين وذوي الخبرة. هل يوافق المجلس على تثبيت الكشف؟ ها؟ إن شاء الله شيخ. حاضر حاضر بس دقيقة. يوافق المجلس على تثبيت الأوراق والرسائل؟ موافقة؟ تفضل الأخ الفاضل الدكتور صالح السلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقدر جميع الجهود وخصوصا بالصيام، ولكن هناك في اختلاف حاد بوجهات النظر، ونحن مع نقطة معينة عدم التجريح بالأعضاء، وهذه نقطة مهمة ونوهنا عليها سابقا. ولكن ما حدث قبل 5 دقائق أن العضو المحترم الملة رد عليه أحد أعضاء الحكومة، وهذا غير لائحي، ما يجوز ابدا. المفروض يوجه الوزير او ايا كان عضو الحكومه كلامه مباشره لرئيس مجلس الامه، وعدم مخاطبه العضو مباشره في الجلسه. شكرا شيخنا، ان شاء الله محضر خير تكون، ان شاء الله انت محضر خير، ان شاء الله انت محضر خير. انا قلت كل اي شيء فيه اساءه في الجلسه كلها راح يلا. الآن لدي مسجلون، تبدأ المناقشة. الكلمة للأخ الفاضل مرزوق الخليفة. تفضل أخ مرزوق. شكراً لأخ الرئيس. بالنسبة للرسالة الأخ صالح ذياب على اختبارات الورقية للصف 12، طبعاً لن نقبل بمقامرة وزارة التربية على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة في الصف 12، لأن الاختبارات في هذه الأجواء وتزايد نسبة الإصابات في فيروس كورونا، واللي كل يوم تعطينا قراءات وزارة الصحة أنها في تزايد، لا نقبل في هذه المغامرة في ظل أجواء ضيقة في صفوف وتلاصق الطلبة. أبنائنا الطلبة تلقوا التعليم لمدة 2 سنين متتاليتين في التعليم عن بعد. ليس من المنطقي أيها الأخوة الأفاضل أن يتم اختبارهم في اختبار ورقي وهم درسوا عن بعد أونلاين. وإذا كانت وزارة التربية متخوفة من أن الطالب يقوم بالبحث أثناء الاختبار أو أن يقوم الطلبة بمساعدة بعضهم البعض، هناك برامج تستخدمها الجامعات الأمريكية تستطيع وزارة التربية أنها تستعين فيها. لوك داون بروسر، هذا برنامج يمنع الطالب من البحث أثناء الاختبار، وهذا البرنامج
يمنع الطالب من الخروج أثناء الاختبار، وهذه كلها برامج آمنة وتستطيع وزارة التربية أن تستغلها في هذا الظرف الاستثنائي. ولكن للأسف الشديد إن الموضوع أكبر من وزارة التربية إلى الحكومة بأسرها، الحكومة اللي كانت تنادي بالحكومة الإلكترونية من عشرات السنين، وكانت تنادي بالحكومة الرقمية اللي اليوم إحنا في أمس الحاجة لها في هذه الظروف، في ظروف وباء كورونا كانت الحكومة تستطيع ووزارة التربية بالأخص أن تستخدم التكنولوجيا الرقمية في اختبارات أبنائنا الطلبة، وتكون هناك أرضية بالنسبة للتكنولوجيا الرقمية. حكومتنا دائما متأخرة وفي ذيل الحكومات في جميع التطورات التقنية. احنا ما نبي ننافس دول العالم المتطورة، ولكن دول الجوار سبقتنا في هويات إلكترونية وفي رخص قيادة إلكترونية وفي تقديم جميع الطلبات للحكومات عن طريق التقنية الإلكترونية. ولكن وللأسف الشديد الحكومة حتى في برنامجها المعيب، البرنامج كأنه موضوع إنشائي، لم تتطرق إلى التقنية الرقمية، والحكومة تتحدث عن برنامجها 2035 والتنمية 2035، ولكن ما في هناك بنية أساسية وبنية تحتية للتقنية الرقمية. كيف الحكومة تبي تجذب مستثمرين أجانب من دول وهي ما عندها ولا تملك جميع هذه التقنيات الرقمية اللي تساعدها وتضع الأرضية المناسبة لهذه التقنية اللي استغبقتنا فيها جميع دول العالم؟ في النهاية الأخ الرئيس، أرجع أكد على وزير التربية وأناشد إخواني في لجنة الشؤون التعليمية إنهم يقومون بتأجيل الاختبارات الورقية لهذا العام، ونعم وأطلب من الأخ الدكتور حمد المطر إنه يهتم بهذه القضية، وهو دائما عودنا الدكتور حمد المطر الاهتمام بأبنائنا الطلبة. أبنائنا يا دكتور سنتين يتعلمون أونلاين، غير مقبول إنهم آخر سنة يختبرون اختبار ورقي، وهناك طرق آمنة لعدم البحث أثناء الاختبار ولعدم مساعدة الطالبة أثناء الاختبار. وأنا قلت هذا البرنامج، وإذا معالي وزير التربية يبي اسم البرنامج راح أزوده له، وأكيد أنه عنده تقنيات وإدارة آي تي بالوزارة يستطيع أنه يستعين فيهم يوفرون له مثل هذه البرامج. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ مرزوق. الكلمة الآن للأخ النائب دكتور عبد العزيز صقعبي. لا بس وقت الرسالة أعطيك إياها، أعطيك كلام بس لأن وقت محدد. تعطيني خمس دقائق بس. تفضل. خمس دقائق. عيد الوقت بس الله يهينك. إن شاء الله. عيد للوقت. عيد الوقت. الوقت بس أبو عيسى. عيد للوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، في البداية أحب أهنئ الشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. الأخ الرئيس، أنا أعلم تماماً أن احنا نمر اليوم بأزمة اقتصادية، وأعلم الحالة المالية المهزوزة لدولة الكويت، ما عندي شك في ذلك. لكن أنا أحب أعلق على الرسالة التاسعة، وهي رسالة أنا قدمتها وهي أعتقد مهمة وتهم شريحة كبيرة من المواطنين. أنا كنت أتمنى من الحكومة لما تقدم برنامج عملها أن تأتي بخطة إصلاح اقتصادي متكاملة. كنت أتمنى من الحكومة أن تقدم خطة إصلاح اقتصادي تتكلم عن إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل. لكن مع الأسف الشديد وهذا ما كان متوقع، بأن الحكومة أتت ببرنامج هزيل ما فيه إلا إصلاحات أو ما تسميه إصلاحات تتعلق بمس جيب المواطن. ضرائب، فرض ضرائب على الناس ورفع الدعوم، وهذا الكلام قلناه في بداية عمر المجلس، مرفوض وخط أحمر ولا يمكن القبول فيه. لا يمكن اليوم نتكلم عن مس جيب المواطن وانت ما فتحت ملفات أملاك الدولة. لا يمكن أن نسمح بمس جيب المواطن وإحنا ما تكلمنا عن القسام الحرفية والصناعية.
لا يمكن نفرض على المواطن ضريبة وانت ما حطيت ضريبة على الشركات الكبرى العائلية اللي تاخذ مناقصات بالمليارات وما تدفع فلس لخزينة الدولة. لا يمكن نتكلم عن نسجية بالمواطن والشركات الحكومية متعثرة. فساد ورا فساد ورا فساد، والضحية منو؟ الضحية المواطن. خلي أعطيكم مثال واحد بس. هذا سؤال برلماني وجهته لوزير التجارة بتاريخ 17/1، أتكلم عن وأسأل عن القسائم الحرفية والصناعية. والله الإجابة تحزب الخاطر. لما نشوف بأن هناك مساحات شاسعة مخصصة للقسائم الحرفية والصناعية تتجاوز 31 مليون متر مربع، كم إيراد الدولة منها؟ إيراد الدولة ما يتعدى 70 مليون دينار كويتي سنوياً. يعني الدولة تأجر المتر المربع الواحد بأقل من 160 فلس. أتمنى والله الحكومة تسمع، أتمنى والله الحكومة تسمع الهم اللي احنا قاعد نعيشه اليوم. 160 فلس وهذه الشركات الكبرى قاعد تأجر بالباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعشرة والهداعش والاثناعش دينار للمتر المربع شهرياً. والله حرام، وين العدل في هذا؟ مثال آخر، شركة أفصحت الأسبوع الماضي، أفصحت الأسبوع الماضي عن بيع أرض حق انتفاع ما تملكها، ملك للدولة من أموال الشعب من الأموال العامة بقيمة 3,600,000 دينار كويتي. وين حق الدولة في هذه الأموال؟ لذلك الأخ الرئيس، أنا أعتقد بأن هذا التكليف اللي وجهناه لديوان المحاسبة مستحق بدراسة هذا الموضوع وإعادة تقييم هذه الأراضي بحيث تنتفع منها الدولة أي منتفاع وتعظم إيراداتها، لكن بالطريقة الصحيحة مو بمسجيب المواطن. كذلك يا أخي الرئيس، رسالة أخرى على استعجال لا تقل أهمية عن الرسالة، هذه الرسالة السادسة، وأخص فيها أخواني الرياضيين وتحديداً الأخوين العزيزين فهيد الديحاني والأخ عبدالله الرشيدي اللي شاركوا في محافل دولية مثلوا الكويت خير تمثيل وحققوا إنجازات غير مسبوقة، ميدالية ذهبية وبرونزية في أولمبيات واحدة. مع الأسف ما تمت مكافأتهم من قبل الحكومة بالشكل المناسب، ولما تسأل المسؤول ليش شو السبب يقول لكم ما مثل الكويت، مثل نفسه، مثل العلم الأولمبي. لا والله، إلا مثل الكويت ومثلها خير تمثيل وشال العلم الكويتي على ظهره، ومو ذنب يصعد المنصة وبيد الميدالية الذهبية وأمام العلم الأولمبي. ليش؟ لأن هناك صراعات بين الشيوخ والتجار دمرت الرياضة بالكويت، مو ذنب المواطن الكويتي ولا ذنب هذا الرياضي البطل. لذلك أنا أتمنى بهذا التكليف من لجنة الميزانيات أن تهتم بهذا الموضوع وأن تنتبه وتتابع الجهات المعنية بضرورة صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن، استناداً للمادة 21 من لائحة الاحتراف، حتى يأخذ كل ذي حق حقه ونعطيهم حقهم بأسرع وقت ممكن. شكراً لك الرئيس. كلمة الآن للأخ الفاضل نائب سعدون حماد. شكراً لك الرئيس. في البداية نهنئ سمو الأمير وسمو العهد والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الأخ الرئيس، بالنسبة للرسائل، الرسالة رقم 3 بخصوص الاختبارات الورقية لطلبة الصف 12 في ظل جائحة كوفيد-19. الأخ الرئيس، طبعاً وزارة التربية حالياً الطلبة في الصف 12 تقريباً 50,000 طالب وطالبة، وكانوا متعودين في المراحل اللي قبلها يدرسون عن بعد أونلاين. فشلون الآن بتكون اختبارات ورقية في ظل ظروف جائحة كورونا والوضع الحالي، وأنت الآن طبعاً في حظر جزئي؟ هذا دليل أنه فعلاً أنه ما زال الوضع سيء بالنسبة لوزارة الصحة، أنه ما تقدر تسيطر على الوضع، وهذا طبعاً الوضع بالعالم كله وليس في الكويت. فمن يعني من غير المعقول أن تكون اختبارات ورقية وإحنا لحد الآن في ظل ظروف هذه الجائحة وفي ظل الحجر الجزئي. لو كانت الأمور طبيعية كان أقل شيء ما في حجر جزئي، لذلك معناته الوضع غير طبيعي. لذلك ما يصير نضحي في عيال الأخ الرئيس ونقدم 50,000 طالب وطالب يقدمون اختبارات ورقية. لذلك على وزير التربية اليوم يبلغ الكل أنه بموافقة المجلس الأخ الرئيس لغالبية الأعضاء أنه ضد أن تكون اختبارات ورقية، لأنه ما يصير الأخ الرئيس نعرض أولادنا للخطورة. وبعدين كذلك التطعيم ما شمل، خل الدولة الكل لما يكون طعمنا الشعب الكامل نروح قرارات أخرى، إنما الآن حتى الطلاب الأخ الرئيس ما طعمهم، فمو معقولة كذلك أن الطلاب اللي ما طعمناهم الآن بيقدمون اختبارات ورقية. فهذا الموضوع مرفوض، فالمطالب وزير التربية بإلغاء هذا المقترح والعودة للاختبارات العادية اللي أونلاين. بالنسبة للرسالة رقم 6 الأخ الرئيس،
الرسالة بخصوص تكليف لجنة مؤقتة تكون نظير اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقديم الإجراءات الحكومية بشكل دوري. الأخ الرئيس أعتقد في لجنة الصحية، الشؤون الصحية تقوم بهذا الدور، تمام؟ ما في داعي نشكل لجنة أخرى وفي لجنة قائمة اللجنة الصحية، فأنا أعتقد أن هذا المقترح يكلف فيه اللجنة الصحية. في الأخ الرئيس المقترح الرسالة الأولى اللي هي طبعاً لجنة الشؤون الخارجية. فالرسالة في الشؤون الخارجية المقترح الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج. بالفعل هذا المقترح الأخ الرئيس مقترح جداً ممتاز، فيفترض تكويت جميع الوظائف سواء في وزارة الخارجية أو كذلك وزارة الصحة المكاتب الصحية أو كذلك المكاتب الثقافية. بالفعل لازم يكون الكويتيين. الآن طبعاً يوجد نسبة كبيرة من الأجانب في هذه المكاتب وهذه القنصليات، لذلك يطالب وزير الخارجية بالفعل بتكويت هذه الأماكن سواء متقاعدين أو كذلك موظفين، لأن المقترح متقاعدين، نقول حتى توظيف كذلك مكان الأجانب في القنصليات والسفارات. كذلك وزارة الصحة الاستفادة في المكاتب الصحية الأخ رئيس مو شرط أن تحط متقاعدين، لا حط موظفين، كذلك حط موظفين كويتيين أكفاء في المكاتب الصحية. فطبعا وزارة الصحة لها تجربة في موضوع المكاتب الصحية في مكتب الصحي في فرنسا. وزارة الصحة حطوا عينوا مواطن كويتي طبعا في ملحق إداري في سفارتنا في فرنسا، وكان هذا الملحق ناجح جدا ويتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة، واستفاد منه المكتب الصحي في فرنسا في مواعيد المواطنين الكويتيين في متابعتهم مع المستشفيات ومع الجهات الرسمية في فرنسا، لذلك الآن يتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة. كذلك المفروض المكاتب الصحية إذا عندهم الآن نية في عودة المكتب الصحي في ألمانيا أن تحطون كذلك دكاترة من طلبتنا اللي درسوا في ألمانيا يتكلمون ألماني بطلاقة عشان يساعدون إخواننا المرضى في هذه الدول. فموضوع تكويت هذه المكاتب الصحية هذا المفروض يتم للكل. كذلك بالنسبة للمكاتب الثقافية على وزير التربية كذلك المكاتب الثقافية في الخارج أن تكوت سواء استفادة من المتقاعدين أو التعيين مباشر. وشكرا لك رئيس. كلمة الآن للأخ أسامة مناور. الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ من حيث موضوع الأخوة المتقاعدين. احنا عندنا مشكلة حقيقية في هذه الشريحة المهملة المنسات. للأسف التزامات هذه الفئة الأخوة المتقاعدين تكون دائما بازدياد، إلا أن رواتبهم تقريبا ثابتة. أضف إلى هذا أن هناك تضخم حاصل في الاقتصاد الكويتي، يعني العملة قاعدة تفقد قيمتها شيئا فشيئا. إذا كان في السابق يكفي الرجل أن يدخل عدم المؤاخذة إلى الجمعية ويشتري أغراض ب100 دينار، الحين يقول والله الدنيا غلط صارت ب150 أو ب160 دينار وهي ذات الأغراض. الواقع أن القوة الشرائية للدينار انخفضت، ويبقى المتقاعد أسير إلى راتب ثابت تقريبا غير متغير. يجب أن يعاد النظر في هذه الفئة. سبق أني شخصيا تقدمت بمشروع باقتراح قانون هو المشاركة في النجاح أو المشاركة في الأرباح للتأمينات. يعني المتقاعد ظل أكثر من 30 سنة ممكن يدفع استقطاع شهري من راتبه الخاص للتأمينات، فحق له اليوم أن يأخذ جزء من هذه الأرباح. هذا قانون سيعرض على مجلس الأمة، وأتمنى أن يحاط برعاية المجلس وأن يوافق عليه، لأن مثل ما قلنا المعاناة حقيقية لهذه الفئة المنسية، فئة المتقاعدين. أنتقل إلى بند موضوع الأراضي. للأسف الحكومة حتى هذه اللحظة لم تعطينا أي مصدر آخر من مصادر الدخل نستطيع أن نعول عليه بعد التوكل على الله ثم بعد النفط، بينما عندنا أراضي فضة شاسعة تستطيع الحكومة استغلالها وهي من أملاك الدولة، وكذلك تلك التي في وسط المدينة
بمقابل وتعرفة لا تكاد تذكر. يعني من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك رسوم 100 فلس على المتر، بينما يؤجر المستأجر المباشر من الحكومة لمستأجر أو لمستأجر من الباطن بأكثر من 2000 دينار. هذه يجب أن يعاد صياغتها، ويجب أن تتقدم الحكومة بمثل هذا المشروع، لأن هي التي تريد أن تحقق مصادر دخل أخرى. هذه ستوفر على البلد مصدر دخل يتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً. وجزاكم الله خير. شكراً أخ أسامة. كلمة الآن للأخ النائب الفاضل الدكتور عبد الله طريجي. تفضل دكتور. شكراً أخ الرئيس. أخ الرئيس، هذه الرسالة مهمة، وأتمنى أنت شخصياً تستمع إلى هذه الرسالة. في مجلس 2013 تم إحالة ملف في غسيل الأموال لأحد الشركات، وتم صدور أحكام قضائية على هذه الشركة. للأسف الشديد أن هذه الشركة لها ارتباطات مع بعض أعضاء مجلس الأمة في مجلس 2016. شو اللي صار؟ اللي صار أن أحد أعضاء لجنة حماية الأموال العامة استقل، أكيد حسن نية أغلب أعضاء اللجنة، وتم التحقيق، إعادة فتح التحقيق في نفس الموضوع المحال إلى المحكمة. الأخ حمد العيان المسؤول والشاهد الرئيسي في هذه القضية واللي قدم الإثباتات حضر وقدم نفس الإثباتات في داخل اللجنة. بعد ما رفعت اللجنة طبعاً وخلصت، أحد الحاضرين اللي تم استدعاهم أخذ الأوراق وراح قدم بلاغ وقال إن الأوراق اللي قدمها حمد العليان المسؤول في ديوان محاسبة أوراق مزورة، وتم تسجيل قضية وراحت القضية إلى المحكمة. كان الهدف من هذا البلاغ هو التشكيك في تقارير ديوان محاسبة. شو اللي حصل؟ اللي حصل ان صدر حكم بالحبس 6 أشهر على هذا المدير اللي كتب تقارير. انا استحلفكم بالله، باشر اي موظف في ديوان المحاسبة يروح ويدقق ويعرض نفسه للخطر اذا هناك مافيا تستطيع ان تدخل الى داخل مجلس الامة وتشتري بعض الاعضاء. شو يقول احد المتهمين اللي في السجن؟ يقول لا، لو سمحت اعرض المستند رقم 1. يقول له وكيل النيابه يساله سؤال، شلون عرفت عن هذه الكتب؟ شلون عرفت ان هذه الكتب مزوره؟ قال احد اعضاء مجلس الامه اطلعني على الكتاب الصادر من ديوان المحاسبه. هذا تحقيق النيابه. يساله يقول له وكيل النيابه، من هو عضو مجلس الأمة اللي طلعك على هذه الكتب؟ يقول لا أريد أن أذكر اسمه ولازم أستأذنه. هذا المتهم المحكوم. شو اللي صار؟ اللي صار إن بعد ما قدموا هذه الشهادة تم إخلاء سبيل الروسية المتهمة اللي استطاعت انتقاد الكويت. اليوم لما يستطيع عضو في مجلس الأمة إنه يأخذ أوراق ويطلعها ويسلمها أحد أعضاء هذه الشبكة ويصدر حكم. الآن بسأل سؤال، وقفنا مع حمد العليان وتشرفت إني أحد المحامين وطلع براءه. الآن حمد العليان من يتحمل مسؤولية ضياع فرص ترقياته، مكافأته، خروجه برا الكويت محكوم، دفع فلوس حق المحامين؟ من يتحملها؟ وديوان المحاسبة هو الذراع الأيمن لمجلس الأمة. ما يجوز هذا. إخواننا في ديوان المحاسبة يبذلون جهود، يكتبون تقارير، نعتمد نحن في مجلس الأمة على هذه التقارير. يأتي واحد عضو مجلس أمة مرتشي سيء يأخذ أوراق ويروح يعطيها أحد المتهمين ويقدمها ويقدم بلاغ؟ الآن أنا أطلب من إخواني أعضاء مجلس الأمة
أن نصوت بتكريم هذا الموظف اللي فعلا خاطر بحياته وما زال يخاطر بحياته وتم ضاعت عليه الترقيات وأيضا دفع من جيبه الخاص حق المحامين. لذلك أخي الرئيس أنت تتحمل المسؤولية ونحن كأعضاء مجلس الأمة أتمنى من إخواني أن ندافع عن هذا الشخص وأن نعيد له حقوقه وأيضا الترقيات وأيضا المناصب اللي راحت عليه أن يعوض. شكرا أخي الرئيس. شكرا دكتور عبد الله طريجي. الكلمة الآن للدكتور حسن جوهر. اكتفي. كلمة لي الأخ النائب بدر الحميدي. تفضل. كلمة لك. تفضل. رسالة؟ لا لا أعتذر أنا عن هذا. شو؟ على الأسئلة ولا الرسائل؟ على الرسائل أبو ناصر. ما عندي رسالة. ماشي. مكتفي يعني؟ الأخ الكلمة للأخ فرز الديحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة رقم 5 أخي الرئيس. الرسالة التي وردت من أخ صالح المطيري بشأن تكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة 12 في ظل جائحة كورونا يا أخي الرئيس. هي رسالة مستحقة يا أخي الرئيس، يجب الموافقة عليها، وعلى اللجنة التعليمية سرعة إنجاز تقرير في ظل انتشار فيروس كورونا، لأن خطر على أبنائنا الطلبة يا أخي الرئيس. فالاختبارات الورقية مرفوضة، ويجب أن نعمل على الاختبارات الأونلاين. والكلام هذا للحكومة وعلى رئيس الحكومة تنفيذ الاختبارات عن طريق الأونلاين، لأن احنا في جائحة ما يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، والإصابات كل يوم بزود، وانتم تلاحظون تقرير الإصابات من وزارة الصحة. فيجب أن تكون الاختبارات للثاني عشر عن طريق الأونلاين، وهذا لازم يكون فيها وقفة من قبل المجلس ومن قبل الحكومة إنقاذ طلبتنا 12 بأن يختبرون عن طريق الأونلاين لحمايتهم من هذا المرض الفتاك. أخي الرئيس، الرسالة رقم 10. وأيد ما جاء بالنص الرسالة رقم 10 بشأن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لطوارئ كورونا حتى نتمكن من متابعة وتقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الجائحة يا أخي الرئيس. وشكرا يا أخي الرئيس. شكرا الأخ فرز. الآن نأخذ القرارات على الرسائل. في عندنا صح؟ هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية؟ موافقة. الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد الله طريجي يطلب فيها العرض على المجلس الموقر موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة المادتين 50 و114 من الدستور والمواد 147 و148 و150 من اللائحة الداخلية، وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا، مع التأكيد على الطلبات المحددة بنص الرسالة. موافقة. تفضل فيها. تفضل دكتور الكريم. طبعا بكل تأكيد نؤكد ما تفضل فيه النائب عبد الله الطريجي من ضرورة إعادة كل ما سلب من حمد العليان، كرامته، حقه، الظلم اللي وقع عليه.
لكن أنا عندي اعتراض فيما يتعلق في رقم واحد، هو الالتزام بالدستور وتحديد بالتحديد المادة 50 هي متعلقة بفصل السلطات، وعدم موافقة المجلس على تكليف أي لجنة للتحقيق في الشق الجنائي بأي موضوع منظور أو محال للسلطة القضائية. مثل هذا القرار راح يفضي لجان التحقيق القادمة من محتواها. اليوم حتى لو كان هناك نواب أساءوا استخدام لجان التحقيق، هذا بأي صفحة عفوا دكتور بس عشان ستة. صفحة 6 ماشي رقم 1، إذا كان هناك نواب أساءوا لجان التحقيق استنفعوا من لجان التحقيق صار عندهم تضارب مصالح، أعطى الميكروفون، فبالتالي من باب أولى بأن احنا نقر قانون تعارض المصالح الذي سوف يحمي أيضا هذه اللجان من تسرب الأوراق. لكن أنا أخشى بأن تستغل الحكومة هذا القرار بتعطيل اللجان، وتي كل ما نبي نقدم لجنة في موضوع يقول لك لا والله هذا الموضوع منظور اليوم في شق جنائي. نعلم تماما بأن المجلس يناقش الشق السياسي والإداري وكذلك الجنائي بالضبط. بس هذه النقطة فيما يتعلق شكراً بالرسالة. شكراً. بس بالنهاية توصية دكتور يوافق المجلس عليها. تفضل دكتور عبد الله. تفضل دكتور. شكراً دكتور عبد الكريم على هذه الملاحظة وهذه المداخلة واحترم رأيك دكتور. المشكلة أن هذه القضية كانت محكومين، المتهمين كانوا محكومين، فأنا أقصد الآن برسالتي أن اليوم إذا عرفوا اللجنة أن هؤلاء المتهمين محكومين أن أيضاً يتم استبعاد التحقيق الجنائي. الشق السياسي إحنا أنا معاك، فهذا اللي أقصده دكتور عبد الكريم. شكراً. الآن الموافق على الرسالة موافق. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من العضو دكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كوفيد-19 على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب؟ تفضل أخ سعدون. أخ الرئيس، بدل ما ننطر اسبوعين احتمال وزير التربيه الان يوافقنا من الان وتكون يلغي هذه الاختبارات الورقيه، وبالتالي ما في داعي تشكيل او ننطر اسبوعين. خلينا ناخذ راي الوزير. اخي الرئيس، هو شنو الطلب دكتور صالح؟ دكتور صالح، دكتور صالح لو سمحت، شنو الطلب بالضبط؟ دكتور صالح تفضل في رسالتك. احنا في رسالتك لا، الرسالة واضحة، تحويل اللجنة التعليمية من اجل التحقق ان الامتحانات تصبح اونلاين وليس ورقية. ماشي. تكليف لجنة تعليمية خلال اقل من اسبوعين. اذا نخسدون شنو تعرضك معه؟ تفضل الاخ رئيس التعليمية. إذا تسمح لي دكتور بس تفضل دكتور حمد. شكرا الأخ رئيس ومبارك عليكم الشهر جميعا. الأخ رئيس، حنا باللجنة التعليمية اجتمعنا أكثر من 15 اجتماع، وهي أكثر لجنة اجتمعت بعد لجنة الميزانيات، وهذا الموضوع أتمنى حقيقة أن نتريث فيه لأن مستقبل أبنائنا الطلبة كلنا حريصين عليه بلا استثناء. وعليه تمت دعوة وزيري التربية والصحة يوم الأحد القادم، هذه دعوة يمكن الدكتور علي موجود والدكتور باسل موجود، في دعوة للوزيرين لمناقشة الخطط الوزارة للاستعداد للامتحانات الورقية من عدمه، وكذلك استعدادات واشتراطات وزارة الصحة. فأرجو الأخوة النواب خلونا بس نشوف اللجنة. ان شاء الله بس ان شاء الله ان شاء الله دكتور ان شاء الله بس بعطيكم بس. تفضل دكتور الاخ رئيس اللجنه، خلي يبين وجهه نظره وبعدين بعطيكم. تفضل. اتمنى حق عطل الدكتور حمد الوقت. ويهمنا كلنا، وانا ادعو الجميع المهتمين في هذا الشان ورقي ولا اونلاين، شنو مصلحه الطلبه؟ احنا ترى معاها مو ضدها، احنا مع مصلحه الطلبه. ترى احنا لجنه مو حكومه، ترى انا مو وزير التربيه،
أنا قاعد أقول لكم إحنا نبي نناقش هالموضوع، وأتمنى من جميع الأعضاء حضورهم. ماشي، شكرا شكرا. الأخ تفضل تفضل. أخ فرز الديحاني جايك دكتور صالح، تفضل. إحنا خلى تصويت أخ الرئيس. لا إن شاء الله ماك في خلاف. لا لا، خلى تصويت أخ الرئيس. على إيش؟ على الرسالة هي يعني تصويت. الحين في جائحة، وزير الصحة جنبك يقول لك في كورونا ولا ما في كورونا، في اعداد زايده ولا ما في اعداد زايده. ماشي، الرساله بتاخذ. ما يجوز الكلام هذا. طلبتنا ما ندخلهم بالامراض، واحنا نكون مسؤولين يا اخي الرئيس. ان شاء الله ان شاء الله اخي الرئيس، نبي تصويت اذا سمحت. او يقول وزير الصحه ان ما في كورونا. حاضر. لا، وزير الصحه يقول. وزير الصحه، وزير الصحه يقول لي يوم القيامه ايش فيك يا فرز؟ لا عدل لا ولا لا؟ لا لا، مو عدل مو عدل مو عدل. هو يقول مو عدل. لا هو يقول خطا، هذا مرض باذن الله تعالى اخ الرئيس. ان شاء الله. لا هو وجزاف باذن الله تعالى. ماشي اخ الرئيس، نبي تصويت اذا حاضر. راح اصوت، راح اصوت اخ فرس. حاضر حاضر حاضر. تفضل دكتور صالح المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط لتوضيح بعض النقاط، كثير من الموجودين هني أكاديميين، كثير منهم عندهم أبناء أو أسر في الصف الثاني عشر. الجائحة لها تقريباً أكثر من سنتين أو سنة ونصف. الآن بدأنا بالدراسة بالتعليم على أنه أونلاين. من الواضح أن وزارة التربية لها مسار معين، بما أنها بدأت أونلاين فإن المسار نفسه بالنهاية يجب أن يكون عنده الاستعداد الكامل للأونلاين. هذه ليست بدعة بالتعليم، هذه ليست بدعة أبداً. كثير من المؤسسات التعليمية في كثير من الدول اللي حوالينا، الامتحانات أو تقييم الطالب هي عن طريق الأونلاين. في نظام الكتاب المفتوح، في أكثر من نظام لتقييم الطالب. كثير من الجامعات في دول العالم استخدمت هذا النظام. لا أعتقد أن فيه سبب. ماشي، معلش معلش، ان شاء الله نوافق وما في اي اشكال. ان شاء الله ما في اي اشكال يا جماعه. ان شاء الله سعدون، ان شاء الله سعدون. صلى على النبي. خلي يقولون وبعدين معالي الوزير يعقب. تفضل دكتور احمد مطيع. دكتور احمد مطيع. شكرا اخ الرئيس. طبعا الامر يتعلق في الصحه، واحنا لا نجامل. الأمر يتعلق في أكثر من 30,000 طالب، أكثر من 40,000 طالب، من غير الهيئة التدريسية، من غير الكنترول، وكل هذول راح يتعاملون ورقيا. احنا نبي وزير الصحة الآن يتحمل المسؤولية، لأن هو صاحب التوصية بأنه يكون الاختبار ورقي، لأن إذا تم إصابة أي حالة راح تكون بناء على توصية وزير الصحة. فأنا أقول حق وزير التربية، لا توهق وزير التربية. أبناء الكويت الآن في رقبتنا حنا جميعاً، حنا أصحاب القرار. إذا كان هناك أي إصابة تمت بناء على صف الثاني عشر، سواء الطلبة أو الهيئة التدريسية أو الكنترول، بناء على توصية وزير الصحة. فأنا أقول وزير التربية لا توهق، ترى كل شيء بيصير في وجهك وقبلها في وجه وزير الصحة. ماشي دكتور احمد، بالنهايه في رساله، ومثل ما قال الاخ فرز صوت عليها، تقدر تعبر عن رايك بالموافقه عليها. تفضل الاخ الفاضل مساعد العارضي. اخ الرئيس، احنا اليوم لما نشوف تصرفات الحكومه والتناقضات اللي موجوده فيها والله نستغرب. امس مو بعيد، امس لجنه كورونا اصدرت قرار بان صلاه التراويح مده ربع ساعه، ولكن بنفس الوقت هالحكومة عندها استعداد انها تخلي 50,000 طالب يروح يقدم الاختبارات بورقية. احنا اليوم مواجهة ازمة، وندري ان الازمة صعبة، والدولة دفعت ملايين او مليارات نتواجه هالازمة، وبالاخير عشان قرار نقول والله التعليم، ترى صحة ابنائنا والله ما هي التعليم أهم منها. اليوم ما حنا محتاجين إلى لجنة وتشكيل لجنة ودراسة من جديد، اليوم محتاجين إلى قرار جريء لمصلحة. تفضل أخ مساعد. اليوم محتاجين إلى قرار جريء لمصلحة الطلبة ولمصلحة الأهالي،
لأن صحة أبنائنا بصراحة أهم من التعليم. وبنفس الوقت نتمنى لجنة كورونا تراجع مدة صلاة التراويح إذا كان تشوف أن في إمكانية أن الطلبة يقدمون اختباراتهم بشكل ورقي. شكراً أخ رئيس. شكراً. مصوت على الموافقة. تفضل أخ دكتور حمد. بس الأخ الرئيس هو طلب مهم والموضوع جداً مهم ومناقشته مستحقة. ماشي بس الموافقة عليه. أدري بس إحنا نبي الموافقة على الرسالة. بس ما خلنا موافقة. تفضل أخ بثامر. الأخ سعود بصليب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طبعاً أخ الرئيس أضم صوتي لصوت أخوي نائب الفاضل مساعد العارضي، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، ليش الحكومة اتخذت هالقرار؟ ليش وزارة الصحة أوصت وزارة التربية باتخاذ قرار كهذا؟ اليوم خذ منا يمكن أكثر من ثلث ساعة قاعد تناقش فيه، وبالآخر بنصوت عليه. اليوم نفس ما تفضل أخوي مساعد، في تناقضات رهيبة في الحكومة. شلون في جائحة كورونا؟ شلون وزير الصحة يصرح الليل والنهار عن خطورة هذه الجائحة؟ وبعدين تقول لي 36 ألف طالب تحديداً يقدمون اختبارات ورقية. مو صحيح الكلام هذا يا أخوان. شكراً أخ الرئيس. شكراً الأخ سعود بصليب. شكراً. إن شاء الله سعدون خلنا نصوت. الله يخليك. تفضل سعد الحماد. تفضل. شكراً أخ الرئيس. أنا بس حبيت أوضح للأخوة زملاء النواب إنه عدد الطلبة 50,000. الخلاف الآن أخ رئيس عملية إنه نحيل اللجنة أسبوعين أو نتخذ قرار الآن. لأهمية هذا الموضوع الأخ رئيس نطلب من الأخ وزير التربية إنه يتخذ قرار الآن بإلغاء الاختبارات الورقية. شكراً. ما يصير. تفضل حمدان العزم. بسم الله وبه نستعين. الأخ الرئيس، احنا يا اخوان ترى مع الاختبارات الورقية، بس هل الجو مناسب؟ يعني اليوم نشوف عندنا حظر قرار الحكومة، يعني هل الوقت مناسب؟ احنا مع الاختبارات الورقية، بس اللي قاعد يحصل حظر موجود، تجمعات ممنوعة، يعني كأن قرارات الحكومة قاعد تناقض نفسها. واضح احنا مو معنى انه والله ما نبي اونلاين، او مثل ما قال واحد من الاعضاء الاخوان يقول شنو تبون الطلبة يخشون؟ لا يبا، ما نقبل حكي هذا انه والله عيالنا يخشون. لا يصير التشكيك بابنانا. لا احنا مع الورقية، بس هل الوقت والوضع اللي احنا فيه مناسب؟ شكرا. تفضل اخ حمد روح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الرسائل الواردة فيما يتعلق في تأجيل الاختبارات الورقية للصف 12، أمانة هذه الأزمة يا أخ الرئيس صار لها أكثر من سنة، وبالتالي نتفاجأ إلى اليوم أن العمل أن الإخوان في وزارة التربية حرصوا على إقامة الاختبارات الورقية بناء على توصيات الأخ وزير الصحة. طبعا حظر التعليم حظر التجوال وأيضا الاختبارات الأونلاين تكون عن طريق الأونلاين، هذا طبعا هذا مو السنه هذه صار له اكثر من سنه. وانا كشخص يعني عملت في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي، وايضا اشرفت على اختبارات عن طريق الاونلاين، ما تختلف شيء عن الاختبارات الورقيه. اما فيما يتعلق ان اصرار تفضل حمد اما ما يتعلق في اصرار وزاره التربيه على الاختبارات الورقية، هذا قرار أتمنى أن يتم إعادة النظر فيه، وخاصة أن يعني قد يكون هناك أعذار. أنا طبعا سمعتها عن طريق أكثر من قيادي عندكم في وزارة التربية أن والله نسبة اللي قاعد يتخرجون بامتياز نسبة كبيرة، فبالتالي هذا مو عذر. أنت اليوم عشان إذا أنت قاعد تحافظ على الصحة العامة وتحافظ على صحة أبنائنا الطلبة، يجب أن تتخذ الخيارات اللي تكون أقل ضرر عليهم. وبالتالي أنا أشوف
خاصة في الوقت الحالي في ظل استمرار الجائحة وهي جائحة كورونا، أن يتم إرجاء عمل الاختبارات الورقية إلى السنة القادمة إن شاء الله. شكرا. الآن يا جماعة نعبر عن الرأي بالتصويت، يوافق المجلس على هذا الطلب؟ موافقة؟ إذا الأخوة في اللجنة التعليمية يقدرون يستعجلون رفع التقرير. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد العزيز الصقعقوي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف المكافآت الواردة في القرار 714 لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بذلك في مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية؟ موافقة؟ هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد العزيز الصقعقوي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة؟ يوافق المجلس؟ موافقة؟ هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد العزيز الصقعقوي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية؟ ترى دكتور يعني الأمر لكم، بس أنا تأتيني رسائل كثيرة من الديوان، يعني إغراق الديوان بهكذا تكاليف على حساب تكاليف أخرى قد يتسبب في تعطيلها، والأمر لكم. موافقة؟ هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد العزيز الصقعقوي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ما صار ديوان المحاسبة دكتور؟ أرجو يعني ها؟ يا هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من السيد العضو دكتور عبد العزيز الصقعقوي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة بالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها؟ موافقة؟ تفضل دكتور. العفو الأخ الرئيس، بس أحب أستأذن المجلس بإضافة إلى التكليف نفسه دراسة رسوم تأجير أراضي الدولة وبيع حق الانتفاع للتكليف وعمليات نقل أو تحويل مديونيات أراضي حق الانتفاع في البنوك، بس حتى أثبتها يعني أبي أضيفها للتكليف. يوافق المجلس على ذلك؟ موافقة؟ أرجو أن تعطيني إياها مكتوبة لو سمحت دكتور، وأيضا أرجو أن يعني لا نحدد بوقت، لأن أنا وصلتني أكثر من رسالة وقد اضطر أن أعرضها في الرسائل الواردة من الأخوة في ديوان المحاسبة بأنه يعني مثقل بالعديد من التكاليف من قبل المجلس. الرسالة اللي بعدها، ليوافق المجلس على الرسالة الواردة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ الكورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة. هذه يعني راح يصير فيها ترى تداخل فيها بس من 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 ناحية دستورية تداخل في أعمال السلطة، وفي لجنة موجودة. تفضل معالي. شكرا الأخ الرئيس. الحكومة تطلب الموافق على تأجيل البت بشأن تشكيل اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من البحث والدراسة حتى تبدي رأيها في الجلسة القادمة بهذا الشأن. ماشي. لجنة كورونا. تفضل أخ سعدون. الأخ الرئيس، هذه اللجنة من اختصاص اللجنة الصحية، فنكلف اللجنة الصحية بهذا الموضوع. الأخ الرئيس عليكم معنا. الأخ رئيس، في موضوع تشكيل لجنة، لجنة كورونا هذه من اختصاص اللجنة الصحية. ليكون معي بس الرئيس. الأخ رئيس، هذه من اختصاص اللجنة الصحية، لذلك نكلف اللجنة الصحية بهذا الموضوع. في لجنة قائمة الأخ رئيس، فلا شك اللجنة واللجنة قائمة موجودة. الأمر لكم. تكلف اللجنة الصحية. شكرا. الأمر لكم، تأجيل تكليف اللجنة الصحية. الصحية موجودة، إذا نؤجل الأمر إلى الأسبوع القادم. يوافق المجلس على تأجيل البت في الرسالة إلى الأسبوع القادم؟ الجلسة القادمة.
في رسالة أيضا، هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص، على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة؟ موافقة. البند التالي، ثانيا العرائض والشكاوي. العرائض والشكاوي الواردة لمجلس الأمة للتنويه عنها بجلسة مجلس الأمة المعقودة صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/4/21. واحد، شكوى رقم 65 ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم رد الوزارة على الشكوى المقدمة منه. اثنين، شكوى رقم 66 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تنفيذ حكم قضائي بالحضانة صادر له لصالحه. ثلاثة، شكوى رقم 67 ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم رد الهيئة على تظلمها من قرار إحالتها للتقاعد. أربعة، شكوى رقم 68 بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال. خمسة، شكوى رقم 69 ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول تعيينه في وظيفة خبير. ستة، شكوى رقم 70 ضد الهيئة العامة للشباب بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي قطاع الشباب جراء عدم صرف امتيازاتهم الوظيفية. سبعة، شكوى رقم 71 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم مهنية الطبيب المعالج في أحد المستشفيات الحكومية. ثمانية، شكوى رقم 72 ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول تعيينه في وظيفة عضو هيئة التدريس. تسعة، شكوى رقم 73 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية جراء تعسف رئيسها المباشر معها وعدم تجاوب الوزارة مع تظلماتها. عشرة، شكوى رقم 74 ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إقالتها اعتبارياً. 11، شكوى رقم 75 ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية الشركة لمستحقاته الوظيفية. 12، شكوى رقم 76 ضد مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الضرر الواقع على مدير إدارة مكتب التفتيش والتدقيق جراء عدم تنفيذ المؤسسة للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 وتمكينه من ممارسة مهام عمله. 13، شكوى رقم 77 ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رد البنك على الشكوى المقدمة منه. 14، شكوى رقم 78 ضد الهيئة العامة للاتصالات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رد الهيئة على طلب تعيينه. البند التالي، في طلب تقديم بند الاستجوابات على بند الأسئلة البرلمانية نداء بالاسم. الجلسة اللي طافت أجلنا احنا الأسئلة إلى هذا، كيفكم؟ اللي يبي يوافق على، ليش نداء بالاسم يعني؟ اللي وافق على تقديم بند الاستجوابات على بند الأسئلة يرفع ايده. خمسة عشر من 52 سقط. قلت لك ندام الاسم وقلت حق الأخ ثامر وموجود بالمضبطة يا جماعة، أستحلفك بالله يا ثامر، أستحلفك بالله، يعني إحنا قاعدين صيام يا جماعة. تفضل بالبند، تفضل تفضل. البند الثالث، الأسئلة. كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/4/21. أسئلة السيد العضو عبد الله جاسم المضف أرقام 2-3-16.
تفضل. اخي الرئيس تفضل. اعلنت النتيجه 15. اي من 52 يعني العين المجرده يعني اكثر من 20 واحد. مو كل حاضر يا دكتور. شلون مو كل حاضر؟ والله مو كل حاضر. اعلنت النتيجه يا اخي، بس الان رفع اليد اكثر من 20 واحد. ما يصير، انا اخذ من الامين العام، الامين العام عديت شن جماعه، ما يصير بكل شيء يا دكتور. ما يجوز التعامل مع المجلس. لا ارجوك بحقيقة. ارجوك دكتور اخي الرئيس، ارجوك ما يجوز. ارجوك اقول لك اياها، ما يجوز. انا اللي اقول لك اياها، ما يجوز، ما يجوز تشكك، ما يجوز، ما يجوز. دكتور اسمح لي، اسمح لي. الطلب، الطلب يعني الطلب، نعم الطلب نداء بالاسم، وانا استحلف الاخ تامر، قلت له ليش نداء بالاسم؟ برفع الايدي طلب تقديم بند على بند، قال لي اوكي. حصل ولا لا يا تامر؟ تفضل. عشر نواب صح، طلب موجود من عشر. بس قلت لي هالكلام ولا لا؟ اذا في توافق لا انت بشكل شفهي. معليش يا تامر احنا إيه؟ صيام. قلت لي هالكلام ولا لا؟ نعم بس جزاك الطلب، الله خير. الطلب مقدم، الطلب مقدم من عشر نواب. جزاك الله خير. انا كوني احد المتقدمين ما املك ان نغير هذه المسألة. جزاك الله خير. خل اقول لك شيء. المهم، المهم ثبتت الكلام ردا على اللي قاله دكتور حسن، ما هو صحيح. انا سالته يا دكتور، انا محترمك ومحترم المجلس، محترمك ومحترم المجلس، بقول لك مو الكل رافع ايده، يمكن الكل ما رفع ايده، مو الكل يا دكتور. من 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 55 توصل الى نفس النتيجه، ليش الحده هذه؟ ليش الحده هذه؟ ليش الحده هذه؟ اسالك سؤال بس، ليش الحده؟ ليش الحده؟ ليش؟ ماشي. ال 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 حط نداء بالاسم، بس ثبت ان الاخ ثامر قال لي اوكي. الان حط نداء. ماشي بقى، منو اللي مقدم الطلب؟ هو اللي مقدم الطلب، مو انا اللي اعد، مو انا اللي اعد. تفضل. اللي موافق على الطلب يرفع ايده، اللي موافق على الطلب يرفع ايده. تبون نداء بالاسم؟ صوت نداء بالاسم. احمد محمد الحمد غير موافق. دكتور احمد مطيع العازمي موافق. دكتور احمد ناصر الصباح غير موافق. اسامة احمد المناور موافق. دكتور باسل حمود الصباح غير موافق. دكتور بدر حامد الملة موافق. بدر ناصر الحميدي موافق. ثامر سعد الظفيري موافق. ثامر علي الصباح غير موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر موافق. دكتور حمد احمد روح الدين موافق. حمد جابر الصباح غير موافق. حمد سيف الهرشاني غير موافق. دكتور حمد محمد المطر موافق. حمدان سالم العازمي موافق. دكتور حمود مبرك العازمي غير موافق. دكتور خالد عايد العنزي غير موافق. دكتور خالد محمد العتيبي موافق. خليفة مساعد حمادة غير موافق. خليل إبراهيم الصالح غير موافق. دكتور رنا عبد الله الفارس غير موافقة. سعد علي الرشيدي غير موافق. سعدون حماد العتيبي غير موافق. سعود سعد بصليب موافق. سلمان خالد العازمي غير موافق. شايع عبد الرحمن الشايع غير موافق. شعيب شباب المويزري موافق. دكتور صالح ذياب المطيري موافق. صباح خالد الصباح غير موافق. عبد الرحمن بداح المطيري غير موافق. الدكتور عبد العزيز طارق صقعبي موافق. الدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري موافق. عبد الله جاسم المضف موافق. الدكتور عبد الله عيسى السلمان غير موافق. الدكتور عبد الله محمد الريجي غير موافق. عبد الله يوسف الرومي غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. الدكتور علي عبد الرسول القطان غير موافق. الدكتور علي فهد المضف غير موافق. عيسى احمد الكندري غير موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فايز غنام الجمهور موافق. فرز محمد ديحاني موافق. مبارك زيد العر موافق. مبارك عبد الله العجمي غير موافق. مبارك هيف الحجرف موافق. محمد براك المطير موافق. دكتور محمد عبد اللطيف الفارس غير موافق. محمد عبيد الراجحي موافق. دكتور محمد هادي الحويله غير موجود. مرزوق خليفة الخليفة موافق. مساعد عبد الرحمن العارضي موافق.
دكتور مشعان محمد العتيبي غير موافق، مهلهل خالد المضف موافق، مهند طلال الساير موافق، ناصر سعد الدوسري غير موافق، دكتور هشام عبد الصمد الصالح غير موافق، يوسف فهد القريب غير موافق، احمد خليفه الشحومي غير موافق، مرزوق علي الغانم غير موافق. الحضور 59، موافقه 27، عدم موافقه 32، اذا عدم موافقه على الطلب. تفضل كمل. تفضل دكتور حسن. شوف الاخ الرئيس، لما اقول لك مقياسنا لازم يكون الامانه والعداله. بغض النظر الاقتراح سقط، ولكن الرقم يتلى صح. الرقم والارقام اللي قلتها اعلنتها من 52 ترى ماكو فرق عن 59. ولذلك يجب أن تكون الأمور في نصابها الحقيقي، يجب أن نتبع العدالة والأمانة والشفافية. هذا اللي كنت أقصده، ولله الحمد تبين كلامي وصحة كلامي. شكرا دكتور، ولا يختلف معاك أحد في بيان العدالة والشفافية والأمانة، لكن أنت ما تقبلها أيضا أن توجه اتهام دون أن يكون لديك علم. أنا سألت الأخ ثامر وجاوبني الأخ ثامر، ولا أشكك لا بنيته ولا بنيتك. وإن حصل خطأ ليش تدخل بالنوايا؟ في النهاية النتيجة واحدة، وعموما احترام رأي أغلبية المجلس هو الذي سيتم. تفضل كمل الأسئلة. أسئلة السيد العضو عبد الله جاسم المضاف، أرقام 2-3-16. تفضل أخي الفاضل عبد الله المضاف، أي سؤال تختار؟ أنا مكتفي في الإجابات. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو محمد عبيد الراجحي، أرقام 13-145-323. تفضل الأخ نائب الفاضل محمد عبيد الراجحي. أي سؤال فيهم؟ أعطى الميكروفون ما أسمع. شكرا الأخ الرئيس، أنا أكتفي بالإجابة والإجابة تواصل عندي. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور خالد عايد العنزي، أرقام 34-356-427. تفضل الأخ الفاضل دكتور خالد العنزي. خالد عايد تفضل. مكتفي. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور حسن عبد الله جوهر، أرقام 5-8-27. تفضل دكتور حسن جوهر. أطلب التأجيل أخ الرئيس الأسبوع القادم، الجلسة القادمة. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو أسامة أحمد المناور، أرقام 14-48-56. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا ما راح أجل. أنا أخذ رأيي من رأسي. أي سؤال عفوا؟ السؤال الله يسلمك، السؤال 56. تفضل أخ أسامة. 56. 56. سؤال السيد العضو أسامة أحمد المناور إلى السيد وزير المالية لإفادته عما إذا كانت هناك شراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي الماليزي، والجواب عليه. تفضل أخ أسامة. الله يجزاك خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا وجهت أسئلة مثل ما كثير من الأخوة النواب وجهوا على موضوع الصندوق الماليزي. الموضوع في غاية الحساسية، هو اليوم حق الألغام. في هذه اللحظات اللي نتكلم فيها، محكمة الوزراء أصدرت قراراً بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق، وهذا احنا شيء نفاخر فيه، احنا في الكويت. الكل إن شاء الله تحت مسطرة القانون بالتساوي. وجهت عدة أسئلة، منها الأخ وزير الداخلية كان واضح معي، منو الأخ اللي دخل جولو؟ على 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 كفالة منو؟ قال على كفالة صباح جابر المبارك. سؤال وجواب واضح. يا أخ وزير المالية، من الشخص في البداية؟ جولو هذا موجود في الكويت، لقيناه موجود بناء على رد الأخ وزير الداخلية. هذا هل حسابات موجودة هني؟ وسؤال آخر، هل الكويت استثمرت في ماليزيا بأي مجال من المجالات؟ نبي نعرف، لأن لازم تكون الصورة عندنا واضحة.
لما تبدأ تأخذ الإجابات من الجهات المختلفة تصبح عندك الصورة واضحة وتعرف من المتورطين ومن المساهمين في تعريض الكويت للخطر. أحد البنوك قال لك أنا سلمت، بما أن الموضوع فيه جولو أنا أسلمكم 2 مليار يا ماليزيا و600 مليون دينار. إحنا حتى لا نصل إلى تلك المرحلة توجهنا بهذه الأسئلة. الأخ مدير عام الهيئة العامة للاستثمار عايش في ملكوت ثاني، ومرت الإجابة من تحت يد وزير المالية وكل اللي سواه قال آمين تفضل، قال لا أبد إحنا ما عندنا أي استثمار في ماليزيا. أكيد لا ما عندنا استثمار. سبق الأخ شعيب المويزري قدم تقريبا نفس السؤال في 2019 وردوا عليه تقريبا بذات الإجابة. الكويت مستثمرة في أكبر استثمار عام، يعتبر ثاني استثمار عام في ماليزيا من 2012 بعد كيا، 150 مليون دولار. ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار يقول احنا ما عندنا أي شيء. إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن لم تكن تعلم ما نعرف والله شلون انت وقفت على هالمكان هذا اللي قاعد يدير مئات المليارات من الدولارات. مستقبل الكويت بعد الله سبحانه وتعالى بعد النفط قائم على هذا الجهاز، وشخص ما يدري، اما انه يكون ما يدري او انه يكون قاعد يحمي متنفذ فاسد. هذا هذا هذه الاجابه المنطقيه. الخبر منشور في رويترز، الخبر خبر استثمار الكويت في ماليزيا منشور في رويترز، وهذا يقول لك والله احنا بشرك احنا ما عندنا اي استثمارات في ماليزيا. الأنكى إن محافظ البنك المركزي نسأله عن جولو أحد أكبر المطلوبين يمكن في التاريخ المعاصر يقول لا رجاء أنا ما أقدر أقول لك إذا عنده حسابات ولا لا. ليش يا طيب؟ والله لأن هذه سرية التعاملات. رجل مطلوب في أكثر من 180 دولة في الإنتربول، أول شيء دخل بقدرة قادر بسبب فساد رئيس الوزراء الماضي، وبسبب تواطؤ ابنه ابن رئيس الوزراء المتورط في هذه القضية. كانت الدولة مثل بعض الدول المتخلفة الأفريقية، إيه ها مع فلان طيب يسمح له تفضل يدخل، دخل وفتح حسابات. ويقول محافظ البنك المركزي والله احنا ما نقدر. تمسك كان بشنو؟ والله عندنا محكمة دستورية. كلم غيري عن أحكام المحكمة الدستورية، أنا غيرني برلماني، أنا محامي صار لك 25 سنة. أعطانا بداية القصيدة ثم سكت، بل اكتفى من الآية ولا تقربوا الصلاة. يقول والله هذه حماية للأسرار البنكية، إلا أن هذه الحماية وهي مفروضة، هذا حكم المحكمة الدستورية اللي هو ما عرف شلون يستشهد فيه. الحماية على الأسرار البنكية اللي تذرع فيها محافظ البنك المركزي قال فيها حكم محكمة دستورية لا يمكن التحدي بهذه النصوص إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة قانونية أعلى. لما توجهت بسؤال لوزير الدفاع، أنا عارف أن هذا السؤال دقيق، رد وزير الدفاع قال لي هذا السؤال سري، لكن إذا تبي الإجابة فهي موجودة عند الأمين العام. الأمين العام خاطبنا بذلك، قال إجابة على الرغم من أنها سرية متعلقة بالدفاع، لكن إحنا موجودة عندنا الإجابة، إذا تتفضل تعال. إيه كذي عدل، سرية أنا أطلع عليها، أنا ما رحت لك لبيتك وشربت عندك شاي وقلت لك يلا خليك من المعلومة الفلانية، أنا عضو مجلس أمة تسمع مني وترد علي. أي وزير يفكر يوم من الأيام يرد علي يقول لي والله هذه سرية يجهز نفسه المنصة مباشرة. ما نقبل بحال من الأحوال على هذا التجاوز. شكرا أخو سامح. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور محمد هادي الحويلة، أرقام 15-54-110. موجود؟ السؤال التالي. أسئلة السيد العضو سعود سعد بوصليب، أرقام 19-21-22. تفضل أخ سعود بوصليب. أكتفي أخ رئيس. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو مبارك هيف الحجرف، أرقام 26-31-219. تفضل أخ مبارك الحجرف. شكراً. أطلب التأجيل أخ. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو مساعد عبد الرحمن العارضي، أرقام 9-55-332. تفضل أخ مساعد العارضي. شكراً أخ الرئيس. أطلب التأجيل إن شاء الله. بند التالي. أسئلة سيد العضو الدكتور عبد الله محمد الطريجي، أرقام 82-340-266.
تفضل دكتور عبد الله طريجي. سؤال 82. 82 سؤال السيد العضو الدكتور عبد الله محمد الطريجي الى السيد وزير الشؤون الاجتماعيه ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه لتزويده بكشف باسماء اعضاء لجنه التحقيق في تجاوزات ومخالفات جمعيه الرميثيه التعاونيه الماليه والاداريه والجواب عليه. شكرا اخ الرئيس. اخ الرئيس انا وجهت سؤال للاخ الفاضل وزير الشؤون عن موضوع جمعيه رميثيه وانه تم تشكيل لجنه تحقيق في بعض التجاوزات، والإجابة يتني، ولكن كنت أتمنى أن تكون الإجابة واضحة وأكون فيها هناك أيضا قرارات ضد هذا التلاعب وضد هذا الفساد. التقرير اللي حصلت عليه تقرير فعلا فيه عدد كبير من الملاحظات والتجاوزات، في تقريبا 39 ملاحظة، ومن أهم هذه الملاحظات تقديم بيانات غير حقيقية بتغيير كشوفات نتيجة اللجان ب 483,000. أيضا تبين وجود عزف فواتير وهمية بمبلغ 70,000. وجود تلاعب في الفواتير مع وزارة التجارة. وجود صرف إضافي لبعض الموظفين 150% بدون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وكثير من الملاحظات والتجاوزات. اليوم العمل التعاوني في الكويت يضرب في المثل، وهناك جمعيات نفتخر في أعضاء مجالس إداراتها، ولكن هناك جمعيات للأسف عندها تجاوزات، وهذه التجاوزات يجب أن يكون لها أيضا وقفة من الأخ وزير الشؤون، وأنا أثق ثقة بأن الأخ وزير الشؤون راح يكون له موقف. الآن الإجابات وصلتني، ما فيها شيء، ما شو استفدت أنا؟ استفدت ان انتم شكلتوا لجنه تحقيق وان الان في قرارات. الان هذه التجاوزات من المفترض ان مجلس الاداره ما يكون موجود، يحل مجلس الاداره، هذا اقل شيء، ويحال الى جهات التحقيق. اما يبقى مجلس الاداره نفسه بوجود هذه التجاوزات فهذا امر مرفوض. سالت احد رؤساء الجمعيات التعاونيه، قلت له الجمعيه تخسر؟ قال لي مستحيل الجمعية تخسر، ما في جمعية تخسر. لكن يوصل إلى هالدرجة أن بعض الجمعيات يتم فيها السرقة ويتم البوق ويكون هناك ملاحظات موجودة ومدونة من قبل لجان التحقيق التابعة لوزارة الشؤون. اليوم هذه اللجنة اللي طلعت وفتشت وسجلت الملاحظات هي من قبل وزارة الشؤون، ويجب أن يحترم قرارها، ويجب أن يحترم عملها، ويجب أن تتخذ التوصيات اللي كتبتها. لذلك أتمنى من الأخ وزير الشؤون أن يكون له قرار. أضرب مثل بسيط للأخ وزير الشؤون، جمعية بيان صار لها 10 سنوات تسجل خسائر، يا مجلس إدارة، لأول مرة مجلس الإدارة الحالي في ظل الظروف وفي ظل كورونا سجلت أرباح، ولأول مرة توزع 10% على المساهمين. لذلك بعض الجمعيات الأخ الوزير شؤون يجب أن يكون لك موقف، وأيضا أن تراقب، وأيضا حتى أيضا نشعر إحنا كمواطنين أن فلوسنا أيضا في أيدي أمينة. لذلك أنا كل ثقة بأني راح أسلم التقرير للأخ وزير شؤون، وأتمنى أن تكون هناك قرارات، وأن هذه التجاوزات أبا أقولها أمانة لن نسكت عنها، وأتمنى أن يكون هناك إجراءات من الأخ وزير الشؤون. شكرا أخ الرئيس. شكرا دكتور عبد الله الطريجي. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو مرزوق خليفة الخليفة أرقام 29 84 158. شكرا الأخ الرئيس، أطلب التأجيل إلى الجلسة القادمة. شكرا. السؤال التالي. سؤال السيد العضو فايز غنام الجمهور رقم 100. سؤال السيد فايز غنام الجمهور إلى السيد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات لإفادته بالعوائق والصعوبات التي ما زالت تواجه استكمال تنفيذ مشروع سعد العبدالله الإسكاني والجواب عليه. تفضل الأخ. أكتفي بالإجابة. مكتفي. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري أرقام 193 248 264. أطلب تأجيل. السؤال التالي.
أسئلة السيد العضو الدكتور حمد أحمد روح الدين أرقام 234 263 279. تفضل أخ الدكتور حمد روح الدين. مكتفي؟ تأجيل؟ تفضل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الصيفي عفوا. أسئلة السيد العضو مهند طلال الساير أرقام 157 167 291. تفضل أخ مهند الساير. أخ مهند. أخ الرئيس أطلب بس تأجيل البند الأسئلة أسئلتي. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور بدر حامد الملا أرقام 283 312 316. تفضل دكتور بدر الملا. تأجيل. السؤال التالي. سؤالي السيد العضو أحمد محمد الحمد رقمي 87 365. الأخ رئيس وصلت كثير الإجابة مالت السؤال مخصص وزير التعليم العالي واكتفي بالرد. أما فيما يخص السيد وزير المالية مستحقات شركة كاسكو أطلب تأجيل الرد. أطلب تأجيل. بتختار واحد منهم أخوي أحمد. أي نعم. أي سؤال تبي؟ أكتفي بالرد على 78. 78. 78؟ أي نعم. تفضل. مكتفي؟ مكتفي ماشي. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور أحمد مطيع العازمي أرقام 771 782 829. تفضل دكتور أحمد مطيع. شكرا أخ رئيس. أطلب الأجل إلى الجلسة القادمة. هو الأجل ترى يا جماعة مو شرط يصير الجلسة القادمة، لأن اللي يطلب أجل يرد ياخذ الدور من أول ويديد، فقط للعلم. أطلب التأجيل. تفضل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور بدر ناصر الحميدي أرقام 302 554 899. تفضل أخ بدر الحميدي. 302. تفضل. سؤال السيد العضو الدكتور بدر ناصر سؤال السيد العضو بدر ناصر الحميدي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن العملي عن عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين خلال السنوات الخمس الأخيرة والجواب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بودي وزير الدولة ينتبه لي، لأن الشيء اللي بقوله أنا مهم جدا. أنا سألت السؤال هذا وللأسف يعني جاني الرد، وهذا الحقيقة اللي يدل على تخبط الحكومة ومستواها متدني بطريقة معالجة الأمور. أنا سؤالي كان واضح، عدد الهيئات اللي أصدرها مجلس وزراء خلال رجع قال لي بالنسبة للرئيس الفتوى والتشريع رد علي بسؤاله بالجواب، وأبدأ العجيب إن قال إن هذا الأمر غير دستوري ولا يتوافق مع السؤال اللي أنا سأله. أنا سألت عن عدد الهيئات تصدر من مجلس الوزراء. إذا أنا غلطان خلي يقول غلطان. الهيئات اللي صدرت جميع هيئة الشباب، هيئة الفساد، هيئة كل عدد كلها صدرت من مجلس الوزراء. فشنو شنو المشكلة في إن هذا يقول لي إن والله هذا غير دستوري؟ سؤالك توجه حق وزير الدولة شو مجلس الوزراء. يعني إحنا عندنا هيئات
وفوق هذا انا طالب التكلفه الماليه. التكلفه الماليه اللي يعني تسببها بالنسبه للهيئات الموجوده عندنا يعني طبعا رفض انه يقدم لي الجواب. وانا اقول حسب ما اشوف ما يعني اعرفه عن الهيئات هذه ان الرؤساء يعني اقل شيء 15,000 دينار رواتبهم زياده على مكافآت سنويه ياخذون. فاذا انا غلطان خلي يقولوا لي انا غلطان. يعني لو تحسب بس حق راتب يعني راتب بس كذا هيئه يمكن انا حسبتها يطلع 1,980,000 بس رواتبهم. هذا لو اوزعها على 1,650 موظف تحدد كل الرواتب. يعني ماني عارف هذا رئيس الهيئه رئيس الفتوى يعني عمل جوابه هذا ووقعه بدون لا يقراه ولا بس مستشار عمل الجواب هذا ودزه لنا. انا سؤالي واضح وصريح، الهيئات التي اصدرها مجلس الوزراء، لان الهيئه ما تصدر نفسها من نفسها، الهيئه من مجلس الوزراء هو اللي يصدر الهيئه. فليش يعني تخفي عني المعلومه هذه كان احنا قاعدين يعني اشياء سريه واشياء تسمونها؟ بالعكس انت قول للهيئات اللي اصدرها مجلس الوزراء، وقول للهيئات اللي رؤسائها هذه ياخذ رواتب كذا كذا ومكافاتهم السنه كذا كذا. فهذا المفروض انه يكون عنده جواب، مو تدش على الفتوى التشريع وتقول لي والله هذا غير جائز وغير دستوري. ايش دعوه انا طالب معلومات صاروخيه ولا معلومات هذا؟ يعني ما فيها يعني هذه شيء. فأرجو وزير الدولة أن يعني الإجابة تكون واضحة وصريحة بعدد الهيئات اللي هي شكلها مجلس وزراء اللي حنا أصلاً ما هنا حاجة فيها، وهي كلها تنفيعية ونازلة مثل باراشوت، وزيادة على ذلك رواتب اللي قاعدين يأخذونها. إذا الرواتب صحيحة على 10,000 15,000 هذا لازم يتعاد النظر. وانت جاي وياين قالين عندكم عجز 20 عجز بالميزانية 23 مليار وطالبون تعجيز ميزانية 23 مليار حق بالدين العام. هذا الأمر مو مقبول عندي ومو مقبول أصلا يعني أن الحكومة تعمل بالطريقة هذه. يجب إعادة النظر في رواتبهم. إذا كان يأخذ 15,000 10,000 يدزله إلى 3,000 ومكافأته ما تزيد على 3 أشهر، مو مكافأة 200,000 وبعدين بالنهاية تقول لي والله عندي عجز. عدل الوضع عدل الوضع الحكومة عندك، هيئات عندك هذه أكل تقريبا عندك عدد كبير من الهيئات هذه ما لها قيمة ولا معنى. فأرجو إعادة النظر بطريقة طيحاوي، وأرجو إعادة النظر بالسؤال اللي أنا سألته، تعدد لي عدد الهيئات اللي شكلتها خلال 5 سنوات ورواتب أعضاء الهيئة أعضاء رؤساء الهيئة والمكافآت اللي ياخذونها. هذا من حقنا أن نعرف إن الشيء هذا مو شيء مخفي هذا. شكرا الأخ الفاضل بدر الحميدي. السؤال التالي، أسئلة العضو ثامر سعد الظفيري، أرقام 334 449 708. تفضل أخ ثامر، أي سؤال؟ أطلب التأجيل. السؤال التالي، أسئلة سيد العضو الدكتور محمد المطر، أرقام 298 501 586. تفضل دكتور حمد. أطلب التأجيل أخ الرئيس. السؤال التالي، أسئلة سيد العضو حمدان سالم العازمي، أرقام 93 99 164. تفضل أخ حمدان العازمي. نطلب التأجيل أخ الرئيس. السؤال التالي، أسئلة سيد العضو خليل إبراهيم الصالح، أرقام 194 503 553. شكرا التأجيل. شكرا. السؤال التالي، سؤال السيد العضو سعد علي الرشيدي، رقم 452. تفضل أخ سعد. شكرا أخ الرئيس، أكتفي بالرد. شكرا. السؤال التالي، سؤالي السيد العضو سعدون حماد العتيبي، رقمي 4 و294. تفضل أخ سعدون. الأخ الرئيس لم تصل الإجابة بعد، فأجل الحين ورود الإجابة. شكرا. شكرا. السؤال التالي،
سؤال السيد العضو سلمان خالد العازمي رقم 500. تفضل أخ سلمان. اكتفي بالرد. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو شعيب شباب المويزري أرقام 104 368 583. تفضل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور صالح ذياب المطيري أرقام 132 133 135. تفضل دكتور صالح المطيري. ال 132 نكتفي بالإجابة. وتختار شنو 133 أو 135؟ أكتفي بالإجابة مع 133 و135 أيضا. كلهم يعني اكتفاء بالإجابة؟ اكتفاء بالإجابة. نعم. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور عبد العزيز طارق الصقعبوي رقم 218 402 406. تفضل دكتور عبد العزيز. أطلب التأجيل أخ رئيس. السؤال التالي. سؤال السيد العضو الدكتور علي عبد الرسول القطان رقم 63. تفضل دكتور علي القطان. أكتفي. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو فارس سعد العتيبي أرقام 191 241 289. تفضل أخ فارس العتيبي. تأجيل أخ الرئيس. تأجيل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو فرز محمد ديحاني أرقام 243 445 753. تفضل الأخ فرز الديحاني. أكتفي بالإجابة رئيس. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو مبارك زيد العرو أرقام 361 398 400. تفضل أخ مبارك. أخ الرئيس. تأجيل. السؤال التالي. سؤالي السيد عضو مبارك عبد الله العجبي رقمي 217-327. تفضل أخ مبارك. شكرا أخ الرئيس. أكتفي بالإجابة الواردة. شكرا. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو محمد براك المطير أرقام 917-924-926. تأجيل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو مهلهل خالد المضاف أرقام 207-214-215. الأخ مهلهل تفضل. أطلب التأجيل. السؤال التالي. أسئلة السيد العضو الدكتور هشام عبد الصمد الصالح أرقام 415-419-504. 419. 419. سؤال السيد العضو الدكتور هشام عبد الصمد الصالح إلى وزير المالية لتزويده بالعدد الإجمالي للمقترضين الكويتيين من البنوك أو الشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والجواب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت بالسؤال السابق والمشار إليه بخصوص مقترحي المقدم والقاضي بإسقاط القروض، وجاءت الإجابة من وزير المالية حول عدد المقترضين 471 ألف كويتي مقترض، وهذا يعني بأن كل الكويتيين لو شلنا أعمارهم فوق 65 ولو شلنا أعمارهم أقل من 21 أصبح كل كويتي تقريبا عليه قرض. وأيضا سألت وزير المالية حول القروض الاستهلاكية، للأسف تمت الإجابة بصورة يعني مو وفق سؤالي. أنا سألت قيمة القروض الاستهلاكية من غير فوائد، ولكن جاءت لي بأن قيمة القروض الاستهلاكية مع الفوائد محملة بالفوائد 1,400,000. ممتاز، هذا رقم زين يبشر بخير. يعني اليوم لو حكومة قامت بشراء أصل القروض راح يكلفها 800 مليون، راح يكلفها 700 مليون، وبكذي نحل مشكلة كبيرة عند أهل الكويت. أيضا في إجابة الوزير تكلم وبشرنا بأن المتعثرين فقط 2%، وهو ما يوازي 11,483 مواطن فقط. لا لا لا، هذه مو بشارة، هذه مشكلة حقيقية احنا عندنا. لما نتكلم على 11,000 كويتي و483، معناته 11,483 أسرة كويتية تعاني من قضية القروض.
11,000 تم اتخاذ اجراء قانوني بحقهم، وهذه مسألة يعني تنذر بخطر، وما هي شطارة، ما هي شطارة من البنك المركزي ولا من وزارة المالية. ليش؟ لأن أريد ما راح أقدر أتأثر، لأن راتبي ينزع البنك، والبنك أول ما يقوم فيه يقتطع جزء القرض ولا يبقى للمواطن شيء. اليوم أداة إسقاط القروض أداة معتبرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 عندما كان هناك أزمة الرهن العقاري، الولايات المتحدة دفعت 700 مليار دولار لإنقاذ المواطنين الأمريكيين من قضية أزمة هذا. كذلك الإمارات العربية المتحدة، كذلك إحنا أصلاً بالكويت بعد الغزو مباشرة أسقطنا القروض الاستهلاكية وأسقطنا أيضاً القروض الإسكانية. نحن اليوم أمام أداة معتبرة وليست بدعة في قضية إسقاط القروض، وهي أداة مالية معتبرة. اليوم إذا عندنا أزمة اقتصادية، يا أما الدولة تتدخل لإنقاذ التاجر أو لإنقاذ المستهلك حتى تتوفر لديه المال وتعود الدورة الاقتصادية. البعض يتحدث عن عدالة ويقول وين العدالة في إسقاط القروض وما إلى ذلك. أنا مقترح يتحقق عدالة، 120 دينار بدل غلاء المعيشة ناخذه من المواطن اللي عنده قرض، وإذا سدد قرض يرجع له ثاني مرة، واللي ما عليه قرض يستمر. الفكرة ما فيها بأن الدولة اليوم أصبحت دولة متدخلة وليست حارسة فقط، عليها واجب أن تتدخل وفق المادة 11 من الدستور الكويتي إذا كانت هناك أعباء تثقل كاهل المواطنين الكويتيين. اليوم الطبقة المتوسطة بدأت تنهار في الكويت، بدأت تصير عندنا طبقتين، طبقة تجار وطبقة أقل من الطبقة المتوسطة. للأسف الإحصائيات تشير إلى وجود 400 كويتي يوميا عليهم منع سفر، وهذا أمر خطير وينذر بوجود كارثة. أقول علينا كنواب أن نلتفت إلى أولويات الشعب الكويتي. اليوم وصلوا في ترند إلى 849 يوم وهم يطالبون في تبني قضية إسقاط القروض، وأعتقد الحكومة يجب أن تتعامل معنا ويجب أن تتعاون معنا لحل هذه المشكلة التي أثقلت كاهل الشعب الكويتي، وشكرا لكم. شكرا دكتور هشام صالح. السؤال التالي. سؤال السيد العضو الدكتور محمود مبرك العازمي رقم 1250. تفضل الأخ الفاضل الدكتور محمود العازمي. الأخ الرئيس أكتفي بالإجابة. شكرا. السؤال التالي. سؤال السيد العضو خالد محمد العتيبي رقم 369. تفضل أخ خالد العتيبي. أخ الرئيس يعني أكثر من 7 نواب من اللي رفضوا تقديم بند الاستجوابات، يا مكتفي بالإجابة يا يطلب حق تأجيل. حقهم حقهم ماشي، بس هذا التعطيل يعني على حساب الجميع. ماشي، اطلب تأجيل السؤال للجلسة القادمة. ماشي، انتهينا الاخ الامين الان. ها كل الاسئلة. تفضل البند التالي وبعدين ارفع الجلسة للصلاة. البند الرابع الاستجوابات. 5 الاستجواب الموجه من العضوين دكتور احمد مطيع العازمي سعود سعد بصليب الى وزير الصحة بشأن المحور الأول عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19. المحور الثاني الفساد الإداري والمالي بالوزارة. بعدين نكمل، خل أرفع للصلاة وبعدين نكمل. راح أعطيك حق مناقشة الاستجوابات كلها، كل الاستجوابات راح نناقشها. ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستأنف الجلسة. تفضل الأمين العام. البند الرابع الاستجوابات. 5 الاستجواب موجه من العضوين الدكتور أحمد مطيع العازمي سعود سعد بصليب إلى وزير الصحة بشأن المحور الأول عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا. المحور الثاني الفساد الإداري والمالي بالوزارة. المحور الثالث غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. تفضل أخ ثامر. هناك استجواب مقدم من الأخوة
للأخ رئيس الحكومة، ويجب أن يتم مناقشة ذلك الاستجواب أولاً قبل الانتقال إلى استجواب وزير الصحة. وما حدث في الجلسة السابقة انتهاك لجوهر النظام البرلماني وهو المسؤولية الحكومية. لا يمكن أن نقبل إلا أن يتم صعود رئيس الوزراء هذه الجلسة. المدة انتهت، والقرار اللي تم التصويت عليه قرار باطل ومنعدم، لأن لم يحصل على الأغلبية الخاصة اللي تتعلق بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، فكان التصويت الأول 29. لذلك هذا القرار منعدم، ولا يملك رئيس الوزراء إلا أن يصعد الآن في استجواب أو يقدم استقالته. ماشي، الآن راح أخذ الرأي في استجواب وزير الصحة، ومن ثم راح نناقش القرار اللي صدر في الجلسة الثانية. ما يصير يا جماعة، لا لا يا جماعة اسمحوا لي، وموجود على جدول الأعمال وتحت في قرار من المجلس، في قرار ابن الحلال. هذه اللائحة، 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 هذه اللائحة بتكلم يا جماعة. تفضل دكتور عبد الكريم. أولاً، رئيس الوزراء مجبر، مجبر إنه يصعد، لأن قرار مجلس الأمة السابق بني على باطل، فبالتالي ليس له أي أثر قانوني اليوم. بالضبط، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف اتخذ المجلس قرار في شيء غير موجود على جدول الأعمال؟ دكتور أنت بس قاعد تدخل الآن، أنا حين أتكلم على القرار، لا قاعد أتكلم بالقرار. ماشي ماشي على إثر، ماشي ماشي، لا على إثر على إثر يتم ماشي. ترتيب جدول الأعمال، لا جدول، ما يصير إن اليوم استجواب وزير الصحة يتقدم على ثلاث استجوابات قائمة في حق رئيس الحكومة ونبدأ نتكلم في استجواب وزير الصحة، فهذا اعتراف من المجلس بأن القرار اللي حصل في الجلسة اللي فاتت قرار صحيح. لا مو شرط، مو شرط. لا شرط، لا شرط. جدول الأعمال الحين لابد أن يترتب. تستطيع أن تقدم أي بند؟ لا 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 لا، ما له علاقة بقرار المجلس الآن. لو نفرض أنه ما في قرار، لو نفرض أنه ما في قرار يا دكتور، ما لك شغل بخطاء. أنت جاي تبي تأدي مهمة معينة، ما يصير دكتور، ما يصير دكتور، ما يصير. ايه بنشرح ورد، هذا الدور اللي مطلوب منك. دكتور ادري ما خلصت انت، بعطيك تخلص، بنناقش استجواب وزير الصحة وننتهي منه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله وننتهي منه ونشرع في مناقشة هذه الاستجوابات لأن فيها خلاف، وأعطيك الكلام كامل. تبون الاستجوابات الرئيس قبل استجواب وزير الصحة؟ نرجع للمجلس، أرجع لكم جدول أعمال بعد تجدم بند على بند، شلون يعني؟ تفضل تفضل أخ سعود، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ رئيس، أنا اليوم بصفتي أحد مقدمي استجواب وزير الصحة، اليوم بالنسبة لي أنا شخصياً النائب سعود بصليب، لا يعلو شيء على استجواب رئيس الوزراء اليوم إطلاقاً. طولوا بالكم يا أخوان، طولوا بالكم أخوان. أنا بالنسبة لي لا يسمو على استجواب رئيس الوزراء أي استجواب آخر. ماشي ماشي، شكرا مثامر. شكرا. تفضل أخي، نفسه قال لا يعلو. شكرا أخ رئيس. أنا أؤكد على كلام أخي وزميلي النائب المحترم سعود بصليب، لا يمكن أن نتجاوز جواب رئيس الحكومة، فهو مدرج في جدول الأعمال. ماشي. فنرجع للأمور للتصحيح. ماشي. شكرا أخ رئيس. ماشي شكرا. تفضل دكتور عبد الكريم. أولا، لا المادة 100 ولا المادة من اللائحة 35 على القرار يسمحوا لنا بأن نتخذ قرار تأجيل. لذلك ما يجوز الحديث عن استجواب وزير الصحة، لأن في نظر مجلس الأمة قرار التأجيل السابق باطل، فاستجواب رئيس الوزراء قائم.
رئيس الوزراء اصلا مفروض يستاذن ويصعد الحين على المنصه، ما يقعد هني. هذا الكلام اللي اليوم الحين لابد انه يمشي، لابد ان المسار الدستوري يرجع الى الطريق الصحيح. لا يمكن ابدا ان يتم حرمان المجلس من استجواب رئيس الوزراء. انتم شلون هني قاعدين على الكراسي بدون الماده 100 بالاستجواب؟ شنو لكم قيمه قدام المجلس وقدام الحكومه اذا ما كانت عندكم الماده 100؟ واذا رئيس الوزراء يستخدم فريقه الحكومي بانه يحصن نفسه ويأجل نفسه لمده سنتين بالاستجوابات، على فرض الاسبوع القادم ورئيس الوزراء الماليزي وهو يحاسب هناك السابق قال عطى الميكروفون، من راح نقول؟ عطى الميكروفون، ايش راح نقول؟ لا والله اسمحوا لنا سنتين ما نقدر نيله. اللي قاعد يحصل تجاوز على الدستور وانتهاك للماده 100، واحنا قاعد نسوي سابقه جدا خطيره. تدرون ليش؟ خلاص عيل من الجلسه الاولى خلونا ندخل المجلس من الجلسه الاولى نوافق مقدما على كل لجان التحقيق، ونوافق مقدما على كل الاقتراحات اللي تقدم اللي فيها مصلحه للناس، وما نحضر الجلسات، نعطي موافقات مسبقه على كل شيء حتى لو ما ورد على جدول الاعمال. ايش قاعد يحصل؟ كل هذا علشان يقعد مكانه؟ ويوم كان بالاستجواب هني قلتها انا قدامه، قلت له انت صعدت الاستجواب بالمجلس اللي طاف لان كانت معك اغلبيه برلمانيه. اليوم حتى ما يبي يطرح موضوع الاستجواب. وين اللاءات؟ الحين خلي اللاءات، والمساله ليست شخصيه، احنا الحين انا اتكلم عن شيء اسمه دستور. شلون عطى الميكروفون، شلون اتخذ قرار بشيء مو موجود على جدول الاعمال؟ شلون؟ شلون؟ فهموني. اللي قعدوا صوتوا بينكم قانونيين. انتوا اليوم مو بس حصنتوا رئيس الوزراء، بل تساهمون وتشاركون معه في اي خطا يرتكبه. انتوا اليوم خليتوا الكرسي الاخضر هذا بلا قيمه. اذا من غير الماده 100 انت ولا تقدر تسوي شيء حق وزير. اسئله برلمانيه من ساعه قاعد اتكلم ولا حد فيهم جاوب عليكم. انتوا تقولوا لي الحين تحصدون رئيس الوزراء؟ على شنو؟ البلد كله يوقف عشان شخصين؟ هذا دستور من 1962 يعمل به. البدع اللي قاعد تحصل رهيبة. أمنع استجواب ما أدري هو شنو، وما أدري من أقدمه، ولا تحديد مواضيعه. شكرا. أعطى الميكروفون، أعطى الميكروفون. فبالتالي هذا ما له أي أساس من الوجود. القرار اللي اتخذ في الجلسة اللي طافت إن شاء الله كان كامل الأركان، كان في أغلبية، كان ما في أغلبية، في نداء بالاسم، ما في نداء بالاسم. هذا القرار تم تصويت على شيء مو موجود. إيش قاعد تقولون؟ انتوا ايش قاعد تسوون؟ انتوا ايش قاعد تسوون؟ بس فهمونا. يقوم لي احد من اللي صوت غير الوزراء يقول لي تأجيل استجواب غير موجود على جدول الاعمال دستوري ويصير ومنطقي وشيء يدخل العقل. الحين يلا مو دستوري، مو شرط انكم قانونيين، ابي بس يطلع يقول لي لا هذا شيء منطق، يصير اني انا اجل استجواب صباح الخالد وانا ما ادري وش الاستجواب. بس ابي يلا الحين نتكلم بمنطق. هذا الدستور وهذه اللائحه نخليها على الجنب. منطق منطق. ليش في جدول اعمال؟ ليش في جدول اعمال؟ شكرا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. ما نقضت نظام مو نقضي، لازم ننظم الحديث. ماشي ننظم الحديث، في ماشي في ننظم الحديث، معارضين ومؤيدين، مو بنقض نظام. بعطيك. لا لا في قرار مسجل وموجود. في قرار؟ شو ما في قرار؟ تفضل دكتور عبد الكريم كمل. انتفضوا لنفسكم، انتفضوا لنفسكم، وهذا القرار كأن لم يكن. وإلا والله والله ولا رايح يردون عليكم لا الرئيس ولا الوزراء. وروح انتهاك الرجل اللي ما كاهية أسئلة برلمانية ما جاوبوا عليها، اللي ما حال شخص واحد في الصندوق الماليزي غير المتهمين اللي غصب على الكويت. للأسف ماليزيا وأمريكا قالوا لنا هذول الاثنين لابد أنهم يتم محاسبتهم، كاهم قاعدين
ما تم محاسبة موظف واحد في وزارة واحدة. طيب غيره زين يصعد يدافع عن نفسه ولا بس الدفاع لما يكون هناك أغلبية نيابية؟ تذكر يوم قلت لك في الفرق بين استجوابك واستجواب جابر المبارك؟ هذا قال غير دستوري، انت قلت لا دستوري وبصعد، وقلت لنا الآن لاءات الأربعة، الحين رديت وقعدت. شكرا شكرا دكتور. اختم اختم دكتور، اختم اختم، ما خالف، طول بالك طول بالك طول بالك. النص نفسه غير دستوري، الاجراء نفسه غير دستوري، فبالتالي يصعد رئيس الوزراء حتى يتم تصحيح وضع المجلس. والا والله والله العظيم اللي قاعد تسوونه مو انهيار للديمقراطيه ولا انهيار للدستور. شكرا دكتور، شكرا 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 شكرا. معلش معلش باخذ رأي، ما نعطي رأي معيد ابو حلف. تفضل تفضل ثامر معارض القرار، تفضل. طبعا 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 استنادا استنادا على الدستور الكويتي والماده 100 والماده 101 والماده 102 واستنادا كذلك على اللائحه الداخليه الماده 135 والماده 110، كل تلك المواد تم تجاوزها في الجلسه السابقه. اساس النظام البرلماني هي الرقابه البرلمانيه، مسؤوليه الحكومه. اليوم نقول ماذا لو اتى رئيس الوزراء وطلب مو سنتين، كملها قول اربع سنين، اربع سنوات مثلا، وكملها قول وزرائك اللي موجودين لو فيهم واحد يحترم الدستور ويحترم قسمه والله لقدم استقالته. كان يفترض انك تقوم. احنا اقسمنا على احترام 1962، دستور 1962، ولا راح نجامل. واليوم من يحاول دعوتنا الى ان تكون الجلسه جلسه فوضى، لا، احنا مو من دعاة الفوضى، احنا من دعاة احترام. قرار الاخير، التصويت الاخير، بدا التصويت وانتقل من الاسبوعين الى اسبوعين الى مده اطول وفق اللائحه 135، وهناك شرط لائحي يجب ان تحصل الاغلبيه التي تالف منها المجلس الى اكثر من اغلبيه اعضاء المجلس، ومع ذلك لم يحصل على تلك الاغلبيه ولذلك سقط الطلب. ولكن حتى هذه المساله لا يمكن ان يفسر نص لائحي محملا بذور فناء الدستور نفسه. اذا الدستور نفسه يضمن حق الرقابه وحق المساءله الشعبيه، هل يعقل اليوم فهم قاصر، فهم قاصر خالف حتى توجهات رئيس المجلس؟ رئيس المجلس له لقاءات وكلمات متلفزه، وكان يقول نصا، كان يقول نصا بان اي محاولات لثني الرقابه الشعبيه ما هي الا تجاوز وتفريغ للدستور من مضامينه. شكرا تفضل. احنا لما يجي نائب الرئيس استحلفك بالله يا شحومي وانت رجل قانوني كان كلامك واضح في هذه المسألة. اليوم شو اللي تغير؟ ليش نجامل هالرجل المتجاوز على الدستور؟ شو اللي تغير؟ قاعد اتكلم يا نائب الرئيس، هذه سوالف برا، هذه ما تمشي على الشعب الكويتي. اشاعاتكم وباركوداتكم وهاشتاقاتكم هذه تمشي على ربعكم، ما تمشي على الشعب. صلوا على النبي جماعة، صلوا على النبي يا جماعة، يا جماعة كل واحد يعبر. انا من راسي اقدح يا ثامر. جماعة صلى على النبي. ايه غصبا عليك. صلى على النبي. ايه اقول كلامي ولا خاف منك ولا من اشكالك. صلى على النبي. ولا من اشكالك. صلى. ايه ايه صلى على النبي. ايه ايه ايه. صلى على النبي. صلى على النبي. ايه ايه ايه. صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي، صلى على النبي. يا جماعة من حق أي واحد أن يقول رأيه دون الإساءة للآخرين، ومن حقه أن يقول ما يشاء وبفهمه دون أن يتطرق للآخرين. تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك عليكم الشهر، حاكم الله على أمثاله بالصحة والعافية ومن تحبون.
يؤلمني معالي الأخ الرئيس أن أسمع ما أسمع وأن أرى هذه الممارسات بحق ديمقراطيتنا ودستورنا. أنا أول من يحترم الدستور ويبر بقسمه. أنا أول من يحترم أني أمس واليوم مباشر أقول اللاءات، لكن ضعها ضمن الضوابط، ضعها ضمن الدستور والمذكرة التفسيرية واللائحة وضوابط المحكمة الدستورية. لكن تجيب لي من خارج هذه الضوابط، لا أنا ما ساهم وياك في أن نمس ديمقراطيتنا ولا نمس دستورنا. إيد واحدة نعم نتعاون ونتكاتب، لكن اللي عملتوه في أول جلسة بالتصويت، هل هذا مادة 35 شو تقول على الجريك؟ دكتور أرجوك ما قاطعك، أرجوك دكتور، دكتور أرجوك، دكتور دكتور أرجوك، ما يجوز ما يجوز، ما حد قاطعكم، 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 رجاء ما حد قاطعكم. الكلام الكلام الصريح يوصل بسرعة، الكلام الصريح يوصل بسرعة. ما حد قاطعكم، ما حد قاطعكم، ما حد قاطعك، اقعد اقعد. المادة 80 جماعة ما حد قاطعكم أثناء حديثكم، ما حد قاطعكم أثناء حديثكم، رجاء. مادة 80 من الدستور، رجاء يا مادة جماعة، مادة 80 من الدستور، أنا وحاسب إني أمارس حقي بالمادة 80 من الدستور. يا جماعة ما حد قاطعكم، هل يوقف واحد من الإخوان استجوابات تلو الاستجوابات؟ نمشي نشارك، ما نشارك في هذا النهج، نشارك في هذا الدمار، ولا نروح إلى ما ينقذ ديمقراطيتنا وينقذ عملنا؟ جماعة ما يجوز مقاطعته، ما يجوز مقاطعته، لا يجوز مقاطعته. أخي الرئيس تفضل، الدستور وضع، لا يجوز مقاطعته. اللي عنده حجة ما يقاطع، ما عندك، ما عندك حجة قاعد تقاطع، ما يجوز مقاطعته. قاعد تفضل، خلي يكمل واطلب الكلام. تفضل سمو الرئيس، ما قاطعتكم لما تكلمتوا ولا قاطعكم، عطول فرصة يتكلم ويعبر عن وجهة نظره، هذه الديمقراطية. الاستجوابات اللي قدمت الأربعة، هل هذه بحلها من الدستور؟ له مكان قبل القسم وقبل تقديم برنامج عمل الحكومة وقبل أن نؤدي أعمالنا. كل هذا الخراب في مسيرة بتوصل 60 سنة نشارك فيها، احنا نقول نعدل ونعدل ونضع ايدنا مع الأغلبية لتصحيح هذا المسار، لكن ما نشارك في دمار لمسيرة بناها أبائنا وأجدادنا ونكون احنا محاسبين أمام عيالنا في المستقبل. شكرا معالي الأخ الرئيس. شكرا جماعة. جماعة 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 يا جماعة، تفضل تفضل أخ فارس. شكرا أخ الرئيس. ما لنا هدف أخ الرئيس، هدفنا دستوري لاهي قانوني، ما لنا هدف. استريح أخوي، ما لنا هدف. والرد على كلام الأخ رئيس الوزراء، اليوم الأخ رئيس الوزراء استامن وضع الجلسة، وهو مبارك أول جلسة ولم يحترم مخرجات 5-12. رئيس الحكومة اليوم زعلان على الردود اللي جتها من النواب، لا لا يزعل، يبي يزعل يصعد يفند الاستجواب، يبي تضايق يبي يرد يصعد المنصة نستجوبه. أما يرد على النواب بهذا الرد وبهذا الأسلوب، ما نقبله من رئيس الحكومة. ماشي. اليوم الأدوات منكم أنتم يا رئيس الحكومة، والأدوات اللي قاعد تستخدمونها بعض النواب مرفوضة. إحنا لا نحن ضد النظام ولا ضد الدولة، اليوم ضد ممارسات عملت في قاعة عبد الله السالم، ممارسات غير صحيحة وغير دستورية. بينت وجهة النظر، بينت وجهة النظر. في طلب مقدم، أصبر 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 أصبر, أصبر.
انقضاء المدة المقررة للتأجيل في 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 طلب مقدم من محمد المطير وآخرين، انقضاء المدة المقررة للتأجيل ووجوب مناقشة استجوابنا المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بشار الاستجواب المقدم من كل من العضو محمد براك المطير والعضو حمدان العازمي ونوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء، ولما كان قد تم إدراج الاستجواب للمناقشة في جلسة 30 مارس 2021 إلا أنه لم تتم مناقشته بناء على الطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء لتأجيله، ولما كان الطلب مذكور قد جاء باطلا لأنه كان طلبا عاما مبهما شاملا، كل استجواب مقدم مدرج أو غير مدرج على جدول الأعمال بل وشمل حتى الاستجوابات المستقبلية بصورة تتنافى، والأحكام المنضبطة للمادة 135 من اللائحة الداخلية والمبنية على التوالي في شأن الاستجوابات ولكل استجواب على حدة، ولما كان طلب تأجيل الاستجواب لا يستقيم ونص المادة 135 من اللائحة فإنه لا يمكن أن يعتد به لعدم وروده على محل صحيح قانونا فيكون طلبا لا وجود له ولا قيمة ولا وجود للتصويت لما عليه لبطلان الأمرين معا، ولما كان الأجل القانوني لتأجيل الاستجواب قد انقضى من قضاء مدة الأسبوعين المحددة بالمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن الاستجواب المقدم منا يكون قد حل دستوريا وقانونيا موعد مناقشته في جلسة 13 أبريل 2021 ولا خيار لمجلس الأمة ولا سمو رئيس مجلس الوزراء إلا الشروع بمناقشة الاستجواب المذكور في جلسة 13 أبريل وفقا لدوره في جدول الأعمال، مؤكدين على حقنا بمناقشة الاستجواب وحق المجلس بمناقشة وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس. وأيضا طلب بنفس المعنى سيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد بناء على الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم تحت البند الرابع الاستجوابات الفقرة ألف باء جيم، ونظرا لأن القرار المشار إليه في جدول الأعمال الموزع من موافقة المجلس في جلسة 30 مارس 2021 على تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني تشوبه شبهات عدم الدستورية ومخالفة اللائحة الداخلية للمجلس، لذا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب إلغاء قرار المجلس في جلسة 30 مارس واعتباره كأن لم يكن على أن يكون التصويت نداء بالاسم. جماعة في 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 آراء يا جماعة جماعة طلب مقدم من 10 أشخاص إنزين يا جماعة في آراء يا جماعة هسه أتلو الأسماء ما ليش ما أتلو الأسماء بدر ناصر الحميدي فرز الديحاني مرزوق الخليفة حمد المطر مبارك زيد العرو فايز غنام الجمهور أسامة مناور محمد عبيد الراجحي سعود بصليب أحمد مطيع العازمي تفضل الأخ الأمين طلب مقدم من 10 إمساء تصيروا متذكر أحمد محمد الحمد غير موافق دكتور أحمد مطيع العازمي دكتور أحمد ناصر الصباح دكتور باسل حمود الصباح دكتور بدر حامد الملا دكتور بدر ناصر الحميدي ثامر سعد الظفيري ثامر علي الصباح دكتور حسن عبد الله جوهر دكتور حمد أحمد روح الدين حمد جابر الصباح غير موافق حمد سيف الهرشاني غير موافق دكتور حمد محمد المطر حمدان سالم العازمي دكتور حمود مبرك العازمي غير موافق دكتور خالد عايد العنزي غير موافق خالد محمد العتيبي خليفة مساعد حمادة غير موافق خليل إبراهيم الصالح غير موافق دكتور رنا عبد الله الفارس ادعو النواب للاعتصام على غير موافق هذا لعب وعبد سعد علي الرشيدي دكتور تعرف تقسم عليه وقف يا غير موافق وقف سعدون حماد العتيبي هذا ترى مو عمل غير موافق سعود سعد بصليب سلمان خالد العازمي
غير موافق. شايع عبد الرحمن الشايع غير موافق. شعيب شباب المويزري. دكتور صالح ذياب البطيري. هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، ما يمشي، ما يمشي، غير لائحي. انا اتمنى مالي شغل. هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، غير موافق. هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي. سكر بغتك ما تكمل. هذا الطلب ما يمشي. عبد الرحمن هذا الطلب ما يمشي، غير موافق. هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب ما يمشي، هذا الطلب. دكتور عبد العزيز صقعبوي، عبد الكريم الكندري، ما يمشي هذا الطلب. دكتور هذا الطلب، عبد الله، هذا الطلب ما يمشي. دكتور عبد الله غير موافق. هذا الطلب ما يمشي. عبد الله يوسف ما يمشي الطلب، غير موافق. هذا الطلب عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. هذا غلط. دكتور علي فهد غير موافق. هذا غلط. دكتور علي فهد المضر غير موافق. هذا اللي قاعد تسوونه غلط، هذا اللي قاعد تسوونه غلط. هذا اللي قاعد تسوونه غلط، هذا تعدي. عيسى احمد كندري، عيسى هذا تعدي، هذا تعدي على الدستور، غير موافق. تعدي على الدستور. فايز غنام الجمهور، هذا تعدي، غير موافق. هذا تعدي على الدستور. محمد الدين، انا الرئيس، هذا تعدي على الدستور. مدد شويه، ما عليك، هذا تعدي على الدستور، هذا تعدي على الدستور، هذا تعدي على الدستور. مالك مدد، مالك مالك محمد الفارس. هذا الطلب ما يمشي. دكتور محمد عبد اللطيف الفارس، هذا غلط، غير موافق. هذا اللي قاعد يصير غلط. محمد عبيد الراجحي، غير. هذا الطلب ما يمشي. دكتور محمد هادي الهويلة، مرزوق خليفة الخليفة، مساعد عبد الرحمن العارضي، هذا الطلب ما يمشي. دكتور مشعان محمد العتيبي، غير موافق. هذا الطلب ما يمشي. خالد المغرب، هذا الطلب ما يمشي، هذا غلط. مهند الساير، هذا مخالف، هذا مخالف. ناصر سعد الدوسري، انتوا قاعدين. ناصر سعد، شايفهم لا مو شايفهم؟ ناديت اسمي، شفتني انا؟ ناصر ناصر سعد الدوسري، غير اكلمك، غير موافق. ما يصير اكلمك، لا اكلمك، لا تكلمني، لا اكلمك، لا اكلمك، لا اكلمك، ما يصير، ما يصير، مالك لي حق ونص، انت حق، التصويت. تم التصويت، رجعوا اماكنكم، رجعوا اماكنكم، ارجع اماكنك. هذه اللي قاعد تسوي شرعيه، تسوي شرعيه، هذا اللي قاعد تسوي شرعيه، هذا اللي قاعد تسوي شرعيه. بتكلم يا جماعة، استريحوا لو سمحتوا، لو سمحتوا استريحوا.
ارجع 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 في مكانك. صلى على النبي. ما راح يمشي شيء بالقوة. ما راح يمشي شيء بالقوة. ما راح يمشي شيء بالقوة. جماعة. دقيقة بس دقيقة. جماعة. عشان يكون مفهوم للجميع. جماعة. جماعة. الطلب اللي قدمناه كان. جماعة. جماعة. مو تصويت. تقعدوا. لا لا لا. إيه. نقرأ الطلب. تصويت. صح صح. إيه إيه ما هي. اقعد. طيب الغاء. الغاء القرار السابق. ادري الغاء القرار السابق هذا طلبكم ما حد قال لا اي انت اقعد ونقرا الطلب الطلب يا جماعه يا جماعه اي واضح للجميع واضح للجميع قدم الطلب مو ما حد راح ياخذ شيء بالقوه يا جماعه ما حد راح ياخذ شيء بالقوه ما حد راح ياخذ شيء بالقوه قدم طلب قدم طلب مكتمل الاركان مقدم من 10 يطالب بالغاء القرار اللي في الجلسه السابقه تم التصويت عليه بعد ما شرعنا في التصويت جت طلبات ثانيه لا يعتد فيها قدم الطلب وتم التصويت عليه 33 عدم موافقة والبقية لم يشاركوا إذن تم تثبيت القرار الجلسة الماضية. ثلاثة وثلاثين من 60 بكرة 12:30 بكرة 12:30 إن شاء الله وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر وإن شاء الله الله يهدي النفوس وإن شاء الله نصلي تراويح اليوم.